السلام عليكم، انا احمد الامام ومعانا ذا باك اند شو، معانا حسين ناصر. وانا بالنسبه لي انا سعيد جدا بوجوده معايا، انا بتعلم منه كتير جدا جدا جدا. حسين من الناس الملهمه بالنسبه لي، اللي خلاني وقت ما فكرت ان انا اعمل فيديوهات او انزل اي محتوى ان انا ما اشغلش بالي قوي بايه اللي الناس عايزاه، اشغل بالي باللي انا حابه وحابب اتكلم فيه او حابب اتعلمه واحسن نفسي فيه. فطبعا حسين بيجودي في كل المواضيع اللي تخص الباك اند، ودي حاجه انا بالنسبه لي مهتم بيها جدا، بس هو بيجودي لحد ما وصل خلاص للحديد، يعني بيكلم البير ميتال حاليا، فانا طبعا مش هقدر اوصل للليفل ده. فانا سعيد ان حسين معانا وهيكلمنا هو بنفسه، وان شاء الله دي مش هتبقى اول، يعني مش هتبقى اخر مره لحسين معانا، فهينورنا كتير ان شاء الله لو هو عنده وقت ووقته سمح. انا سعيد جدا يا حسين بوجودك، ومعلش بقى ممكن تعرف نفسك للناس؟ طبعا انت مش محتاج حد، مش محتاج تعرف نفسك، بس عشان بس لو حد، في ناس كانت مستغربه ان انت بتتكلم عربي اصلا. الناس بعتت لي ايه ده، هو بيتكلم عربي؟ اه يا جماعه بيتكلم عربي، أنا بيتكلم لاحظت عربي حلو كمان. هالشيء حبيبي. شكرا جزيلا أحمد، ما قصرت والله. طبعا اسمي حسين ناصر، أنا مولود في البحرين واشتغلت، بديت اشتغلت ممكن من 2005، هاي الأوفيشال فيرست أوفيشال جوب تبعي. وإحنا مجال تبعي أول ما اشتغلت طبعا درست كمبيوتر ساينس والحاجات هذه في جامعة البحرين، بس مجالي شغلي هو اللي احنا اشتغله has nothing to do with what I talk about في قناتي. هو نظام اسمه GIS او Geographic Information System. So هاي anything related to spatial technology, you know, maps, خرائط، هاي تخصصي يعني. بس لو تفكر فيه انه، وهاي ينطبق على كل شيء في السوفت وير انجينيرنج، لما you break down هاي اي دومين راح توصل ل first principle، هاي ال components، هاي ال concepts اللي shared by everything else. يعني هو مشتركة مع جميع الدومينز، أي شيء whether microservices or operating system level technologies، باك اند انجينيرنج، فرونت اند انجينيرنج، كلها في النهايه بويلز داون على هاي الكونسبت. ف البحث تبعي انا في اي شيء اسويه اللي عم بوصل له في النهايه هو ان اوصل لهاي الاساس، شنو فيه موجود في الاساس. وهاي الشيء طبعا ما احب استخدم كلمه صعب، بس ياخذ وقت بالضبط. ولما تكتشف هاي الاشياء هي اجمل شعور عندي، ان شيء انا كنت ما اعرف شلون يشتغل. مثلا اليوم الصبح كنت قاعد، جالي على فكره ان شلون يشتغل الستاك وشو الفرق بين الستاك والهيب. هاي الشيء درسونا اياه في الجامعه اول سنه، طبعا لما درسته انا ما فهمت ولا شيء، وما اعتقد واعتقد هذا الشيء، هاي الشيء مشترك مع جميع الطلاب. يعني صح ان نفهم شنو الستاك وشنو الهيب وشلون يسيف، بس ما اعرف شلون اشرح لك احمد، احس ان قاعدين نحفظ احنا لما كنا في بدايه العشرينات من حياتنا. الهيب والستاك يقول لك، او الدكتور يقول لك انه او الستاك هو يسيف فيه اللوكال فاريبلز والبارامترز، والهيب هو ابطا سلوور، انه كذا قاعد يقرون من تكست بوك وقاعد يحفظونك المعلومه وانت ما قاعد. ازاي عمال تسال نفسك طب ازاي طب ازاي اصلا انت مو مهم عندك انك تفهم هاي الكونسبت، لانه مو انترستد عندك، اصلا مو عندك اهتمام عشان تفهم ما بدايه هاي. فاست فورورد كم الحين؟ 2001، 25 سنه يمكن، ما شاء الله ما اعرف احسب ازيد، لا 22 سنه، ماي ماث از باد. سو 22 سنه من اول ما دخلت الجامعه. It's been a while. الحين صار عندي interest. I really want to know لما أنا أكتب كود شنو يصير في ال virtual memory تبعي الصبح اليوم، عرفت exactly how it works. ممكن عشان احنا في وقت الجامعه بنبقى شايفين الفاليو بتاعت الكلام ده، يعني طب انا هستفيد بيه ايه؟ هستخدمه في ايه؟
فده بيخلينا مش ما عندناش شغف ان احنا ندور وراه. حاليا بقى انت يعني عارف او شايف، فانت بتحاول توصل. انا مش فاهم دي، انا محتاج اوصل لها. عشان كده انا شايف انت شجعتني فعلا لحاجه شبه كده، اللي هو انا بذاكر الداتابيز، انا عرفت ان الداتابيز دي شغاله كذا كذا، بس طب ليه بقى؟ طب ازاي بقى من جوه بتعمل ده؟ ده خلاني يعني اللي هو وصلت ان انا بقرا اوراق بحثيه. انا عمري ما في حياتي ما كنت هعمل كده، ولا كنت اتخيل ان انا اوصل للمرحله دي يعني. بالضبط، لأن في الواقع أهم شيء هو أن يكون عندك اهتمام في المادة اللي أنت قاعد تدرسها. ولما أقول أن اهتمام genuine interest، يعني من يجي من القلب عادة، هاي ما في شيء يغلبه. لما يكون عندك هاي الاهتمام، أنت راح تسوي أي شيء عشان تفهم. وعادة، وهاي راح يكون هاي الكلام اللي راح أقوله شوية يكون مناقض لكثير من المواد برا، بس عادة الأجوبة اللي تحصلها عادة ما راح تجي من كتب أو من بودكاست أو من بلوجز أو رايتنجز. هذا اللي راح يكونوا مفيدين عشان يعطونك مثل دوتس، نقاط، بس أنت مسؤوليتك أنك توصل هذه النقاط، وما حد يقدر يسوي هالشيء الا انت. انت راح توصل هاي النقاط، انت راح تشبك هاي مع بعض، وانت في النهايه راح يكون عندك الاندرستاندينج. هاي توك مي اوايل عشان افهم هاي الشيء صدق. وفي الواقع لما تفكر في هاي الشيء، انت ما راح تحتاج تقرا اي كتاب لما تفهم، تكون فاهم الفاندمنتلز. لان اي شيء تقدر تحصله، فكر فيها مثلا لينكس شلون يشتغل. It's a نظام جبار صح، بس لو خدت بعض الوقت مع نفسك راح يكون عندك mental model شلون يشتغل. ممكن يكون غير مختلف عن شلون Linus implemented it، صح؟ Linus Torvalds he might implement it differently. ممكن تقول أنا بروح بسوي التطبيق تبعي بهاي الطريقة، راح أسوي virtual memory كذي، راح أسوي مامبي virtual memory. What's this? I don't really need it. Then you, as you start thinking، لما تفكر زيادة راح ترجع دائرة كاملة تقول هو سووا كذي لأن هاي المشكلة. إذا شنو هاي المشكلة؟ ليش هاي المشكلة؟ ليش الphysical memory limited؟ ولا الphysical memory limited لأن كل البروسيسز شير الphysical memory، فا that's why virtual memory طلعت، بحيث إنك كان عندك virtual space، وبحيث إنه صار عندك الحين security every process its own، ما يشوف الشيء ثاني. بس إحنا كبنو البشر على قولتهم، أي solution النفذة دائما 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 من خبرتي المتواضعة دائما تجي مع مشاكل. دائما اي شيء تنفذه راح يطلع له، ممكن حليت انت مشكله بس طلعت لك عشرة حاجه ثانيه. بالضبط دائما دائما دائما. واحده من الليميتيشن، اتكلم الحين الثمانينات 1980 لما اخترعوا الفيرتشوال ميموري، فقالوا نوكيا عن هالكونسبت الفيرتشوال ميموري، بس الحين عندك مشكله ثانيه المابينج. عندي هاي الفيزيكال ميموري، ذس از هاو ماي ميموري لوكس لايك، this is my virtual memory حق البروسيس. محتاج انت تماب like okay، اذا البروسيس يبي يقرا هاي الميموري لازم يو ماب تو ذس فيزيكال ميموري ان ذس بيج. This is not cheap صح، تحتاج جدول يسوي لك ماب. او هاي البروسيس والله هاي الجدول مالي يسوي ماب من ذي لذي، وهاي البروسيس هاي الجدول مالي يسوي ماب من ذي. ف الحين البروسيسر نفسه بدل ما كان عنده شغله واحده اقرا من هاي الميموري، صار عنده شغلتين، ترجم الفيرتشوال ميموري من هاي الادرس الى هاي الادرس، والشغله الثانيه اقرا. So that's why الكاشز طلعوا ال1 كاش ال2 كاش عشان يحلون هاي المشكله. لاحظ ايش اللي قاعد يصير؟ قاعد نضيف سمونا سكوتش تيب عشان نحل مشكله احنا خلقناها. ما قاعد اقول لك شيء غلط او صح، بس قاعد انا فاسينيتد لما اشوف هاي قاعد امشي وراء هذا العمالقه اللي بنوا هاي البرامج، وانا قاعد ام ريلي انسبايرد باي ذم.
بس انا اشوف شنو قاعد يسوون. That's really interesting just learning about all this. I'm not saying I know. صراحة ما أعرف ولا شيء الحين. يعني أنت من كلامك أنت شايف إن الناس صارت يعني مركزة على البيزكس لأن كل ما تخش شوف بعض لو أنت بسيط بسيط بالتفصيل يعني على الجولز أو الحاجات اللي موجودة في الغائب هي البيزك كونسبت هي اللي هي اللي أفضل بأشكال أشكال مختلفة مختلفة. فنخلي الشعب يتكلم هو اللي حرك مرتنا. أحمد عندي مشكلة أسمعك أعتقد مرة يمكن أنا عندي ولا ما من عندك ما أدري عن المستمعين الحين هناك في خرخشة يمكن مشكلتي أنا ما أعرف أصلا هو باشمهندس محمد شريف يقول إنه اللقاء ما سجل سجل لا مش بتسجل سجل اللقاء مش بتسجل سجل الله يخاف يا جماعة لا 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 مش مسجل سجل صوتي مشكلة أنا عشان كده بكره بكره في مشكلة في مشكلة في مشكلة في خلينا نشيل المايك مالك في مشكلة نشيله خلاص 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 الحين اسمعك اي ثينك تمام يا جماعة قولوا لنا لو الصوت ما بيقولوا لي الصوت بايظ فانا تمام كده الصوت يا ريت اكدوا لنا انا عشان كده ما بحبش اللايف سوري هاي مشكلتي انا اقنعت احمد نروح لايف باشمهندس محمد الشريف انا احب ان نبعت لك السلامات لا احنا لايف ما تطلعش علينا اشاعات لايف شو اخبارك محمد طيب خلينا نرجع للاسئله عشان ما نخرجش بره الموضوع احنا النهارده هنتكلم عن بوست جريس اس كيو ال هنتكلم شويه هننزل تحت شويه فهنتكلم اول سؤال بالنسبه لنا هنتكلم عن الاركتكتشر بتاع بوست جريس اس كيو ال انا شفت مقال كنت انت نزلته كان فيه تفاصيل كتير انا بالنسبه لي كانت حاجات كتير جديده فانا حابب بقى انك تكلمنا عنه بالعربي فيبقى يعني هيبقى فيه تفاصيل اكتر هنقدر نفهمها انا شايف هتبقى اسهل من الانجليزي بكتير يعني ان شاء الله اكيد اهم شيء عشان نعرف الداتابيسز Postgres أو MySQL أو NoSQL أو Mongo أو Elasticsearch أهم شغلة لازم نعرفها وهاي took time عشان أنا personally عرفتها هو إنهم كلهم يشتركون في شغلة واحدة إنهم كلهم databases وهاي والdatabases they يخزنون المعلومات ويقرون المعلومات بشكل مشابه كلهم يقرونها نفس الشيء الفرق الوحيد هو الـ higher level parsing الـ decoding تبع الـ data هذه وطبعا الـ interface تبعها شنو اللغة اللي أنا راح أستخدمها علشان أقرأ هذه المعلومات اللي هو أشهر لغة هي SQL Structure Query Language فيها مشاكلها وفيها مميزاتها طبعا والسيكوال والنو سيكوال أزيد شيء الفرق بينهم هو هاي البارت الثاني هو الفرونت اند أسميها أنا of the database هو شنو أنت كبرمج لما تتكلم مع database تتكلم مع الفرونت اند تبع database اللي هي اللغة تبعها الترانزاكشن مانجمنت هل انت تتعامل مع جدول ولا او تتعامل مع كولكشن هل انت تتعامل مع ريليشنز هل انت تتعامل مع كي او فاليو هاي الفرق زين فنرجع حق السؤال the architecture of postgres really اهم شيء هو فكره البيج صفحه اي معلومه لما تسيفها على الديسك اي داتابيس يسيفونها في صفحات وهاي الصفحات غالباً 99% من الداتابيسز غالباً الصفحة هذه البيج فيكس سايز بوستغريس اختاروا لسبب معين 8 كيف صح كلامه 8000 بايت ايش زين ماي سيكوال طبعاً الانو دي بي طبعاً ماي سيكوال يستخدم ديفرنت داتابيس انجنز الانو دي بي مال ماي سيكوال يستخدم 16 كي 16K هل تقدر تقول لنا ليه يعني دول قرروا 8 دول قرروا 16 ولا مش مهم ما اعتقد ما بقول ما راح اقول مش مهم اعتقد في سبب
I just don't ما أعتقد ما أعرف شنو هاي السبب. أعتقد من أعظم هاي الأنكدوتال إيفيدنس على قولتهم، يعني إن تجربة إن الفاكتورز هي تعتمد على الأوبريتنج سيستم نفسه. لما أنا أسيب صفحة مثلاً 8K هاي الصفحة راح تترجم أنا هاي أنا كداتا بيس لما أسيب هذه الداتا صح أنا أسيب 8K بس شو راح تترجم كفايل سيستم؟ هاي في another line of defense بيني أنا كداتا بيس وبين الهارد ديسك أو الاس اس دي صح، هو الأوبريتنج سيستم يسمونه فايل سيستم. فالفايل سيستم هو برنامج يخلينا نرتب الداتا كفايلز ودايركتوري على الديسك. الداتا بيس بحطها بين قوسين مجبرة تستخدم الفايل سيستم، مش صحيح دائما بس أعظم معظم الداتا بيس يستخدم الفايل سيستم. فأنا أنا كداتا بيس لما أسيف جدول لازم أسيفه كمنتال ماري تبعي هو مثل ما أقول لك كل شيء صفحات، لا هاي الصفحة زين، فإذا عندي جدول كبير راح يكون مثلا 10 صفحات، راح تكون الصفحة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ولأن معظم الداتابيز راح يكونون في فايل معين one file per table. لما أقول لك إن اقرأ لي الصفحة الأولى، لما أقرأ الصفحة الأولى شو معناتها هاي؟ هاي ترجم في الأوبريتنج سيستم إن أقول الصفحة الأولى هو بداية الديسك بداية الفايل، فاقرأ هاي الفايل السيك بوزيشن is zero زين، واللينكث كم أقرأ؟ 8 صح كيلوبايت. That's how you read it، لأن read command في الأوبريتنج سيستم هو يأخذ بارامترين وين راح تقرأ وكم راح تقرأ بس. فلما أنت تقول له وين اللوكيشن لازم تقول له بالبايت، لازم تقول له اقرأ لي من position رقم 1555 كأوبريتنج سيستم كأصدق كأوبريتنج سيستم كأوبريتنج سيستم إيه بس هاي اللي عندك أنت، واقرأ حق 10 كيلو بايت مثلا بس هاي اللي تقرأ. فأنت لازم تترجمها عشان اللوجيكال representation في الداتابيسز، ترجمها من الصفحة الأولى معناتها اقرأ الصفر واقرأ 8 كيلو بايت، هبط الصفحة الثانية well ثمان الصفحة الثانية معناتها 2 times 8 فاقرأ من البوزيشن رقم 16 كيلو بايت بلس 1 لأنه عقبه واقرأ حق 8 كيلو بايت. ف this is the trick تبع الداتا بيز. طبعا في optimizations مثلا خلنا نقول أن بقرأ 5 صفحات من هالجدول، but you can do the same trick, you can do it with one IO. فاقرأ 5 صفحات ابتدي من الصفحة رقم 0 إلى صفحة رقم 5 فنفس الشيء راح البوزيشن يكون نفس الشيء بس اللينكث راح يختلف، فبدل ما تقرأ 8 كيلو بايت راح تقرأ 8 أو 5 كان 40 أعتقد صح. ده معناه أنهم لازم يبقوا جنب بعض على الديسك لو أنا عاوز أقرأ بوان أوبريشن فلازم يبقوا محطوطين جنب بعض ولا؟ أوه هاي سؤال جدا مهم والجواب لا، انت حين عقدت الموضوع أحمد بس هاي مهم السؤال لأن هاي من 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 أكبر المشاكل، إنه مو لازم هو البيجز راح يكونون مرتبة على في الميموري، طبعا هاي يعتمد إذا كان كلاسترد ولا مو كلاستر، بس على الديسك مو بشرط. أنا راح أقولك ليش في البداية لما أنت قاعد تدخل داتا، خلينا نقول حطينا الصفحة الأولى وحطينا الروز تبعنا رو نمبر 1 أخذنا هالجيت بايت، رو نمبر 2 حطينا أخذنا هالجيت بايت فولت، خلينا نقول حطينا 10 أسطر 10 روز عندنا الحين فولت الصفحة، هاي الصفحة فولت نحط الصفحة الثانية وراها والصفحة الثالثة فراح يكونوا مكون مرتبين. بس المشكلة what if you did deletes محيت مو مشكلة أوكي راح أقرأ هالصفحة الثانية محيت الرو هذه لما تمحي مكانه هذا مكانه فاضي، هو بعد هاي الشيء مو صحيح. الداتابيس ما تعب روحها ان اكشلي تفضي بس تسوي مارك از ديليت اوكي هاي اتس ا ديد رو بس ذاتس وات ات داز.
It's actually صفة أعقد من كذي. الـ databases والـ market as deleted تقول لك مين الـ transaction اللي actually محت هاي الرو. ليش؟ لأن ممكن transactions قديمة تحتاج تقرأ هاي الـ deleted رو. طبعا هاي يسمونها الـ isolation levels في الـ databases. لما أنت كـ transaction تبي تقرأ، زين اعرف احنا قاعد نطلع بعض الموضوع بس راح ارجع مش مشكله انا اشوف انا شفت من عيونك لا لا صح دبل بس ان هاي اهم شيء في الموضوع ان الترانزاكشنز ار كاين ايزوليتد فروم ايتش اذر هاي يسمونها المالتي فيرجن كونكرنسي كنترول بالضبط اللي هو الام في سي سي طب ممكن تقول لنا بقى ايه الام في سي سي سريعا للناس اللي ما تعرفش سؤال مهم لما انت تقرا من خلينا نقول عندك notepad file notepad file.exe اللي هو عادي عندنا يعني موجود على كل ويندوز ماشين لما انا اكتب حق هاي notepad اسيف the moment انا اسيف شغله في هاي الفايل ما حد يقدر يقرا الشيء اللي انا سيفته خلاص قبل اللي اي اوفر روت انتهى بس في الداتابيس هاي الشيء مو صحيح يعني ما يصير last one in kind of a situation انا databases الاول اقل ممكن بس خلينا نقول انت قاعد تحاول تطبع ريبورت معين مال سيلز كم مبيعاتك كم صار عندنا مبيعات في الحين هاليوم فلما انت تقرا مبيعات تحتاج تسوي سيكوال لا تقرا اوكي select from product sales whatever اليوم فلما تقرا 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 What if someone just made a new sale? Then, هل أنا لازم أقرأها هاي السيل ولا لا? What if مثلاً أنت قرأت كل شيء بس someone inserted before you? هل لازم أقرأها ولا لا? فيصير عندك inconsistent result لما واحد يغير من تحت الزولية على قولتهم من تحت السجادة من تحت الطاولة يغير أشياء يصير inconsistent result. That's why consistency is very important في databases. ما اعرف شنو الكونسيستنت بالعربي المثابره غلط ف الكونسيستنت جدا مهمه فلما يكون عندك كونسيستنسي ممكن معناها الاتساق مثلا او يعني تبقى الداتا متسقه مع بعض او سليمه يعني اي متسق منتسق صح الداتا متسق اي مهم سبيشلي اذا كان عندك كاونت مثلا او عندنا مبيعات 10 مبيعات سويناها اليوم زين بس لما تقراهم يطلعون مثلا 11 هاي يسمونها غير متناسقه عندك انت قلت لي شيء بس طلعت لي شيء ثاني لان لما انت قرات الكاونت في اثناء انت لما تقرا الكاونت someone just made a sale and you added an extra thing and you get bad stuff so transaction يحتاجون something called isolation a default isolation level most database called read committed يعني بليز خلني اقرا بس الاشياء اللي اكشلي جات كوميتد زين لما انا اللي هو خلي يغيرون بس as long as they are not committing their changes انا ما علي منهم لان احتمال واحد يكتب شيء بس هي كراش ذا كلاينت كراشز فيمكن سوى كم مبيعات وبعدين كراش I don't want this because that's a dirty read يسمونها you read something that is actually dirty and غير صحيح انت بتقرا الاشياء اللي بس كوميتد اللي متاكدين منها هاي الايزوليشن ليفل اصلا تاعت يكون مش اناف مش كافي ففي ايزوليشن ليفل ثاني يخلي الترانزاكشن ما تشوف ولا شيء ات اول حتى لو كانت كوميتد فلما ابتدي في ترانزاكشن اقرا بس الاشياء اللي صارت كوميتد لما انا ابتديت الترانزاكشن تبعي لما انا ابتدي وابدا اقرا خلاص اي شيء يجي عقب اي دونت كير اف كوميتد ما كوميتد اي دونت وان ات ما احتاج اقرا ولا شيء لانه بيصير خربطه عندي بالحسابات هاي يسمونها ريبيتابل ريد ايزوليشن ليفل اي وونت ماي ريدز تو بي ريبيتابل لما اقرا شيء ورد اقرا ورد اقرا ما دام انا في الترانزاكشن ما بيصير يتغير اذا واحد غير اي دونت كير هاي يسمونها repeatable read وعادة يتنفذ versioning يعني أحط version zero أو timestamp هو ده اللي MVCC بيعمل versioning exactly بيعمل versioning شلون implemented استختلف طبعا أعتقد كاساندرا
actually does labeling. So oh, هاي الرو version 0, هاي الرو version 1. فما انت تقرا you started at version 1, you're going to only read version 1. You're not going to read anything after version 1. داخل نفس الترانزاكشن. داخل نفس الترانزاكشن. ويمكن بعضهم يسالوا شو شنو الترانزاكشن؟ هاي another سؤال جدا مهم. والترانزاكشن هي عباره عن مجموعه من الكويريز زين جروبت ك يونت واحد. وهاي اليونت ما يصير يو بريك ات، مستحيل. عرفت؟ يعني متحد هذه كلها الكويريز لازم كلها تروح او ولا واحده تروح. فاذا if you run a transaction and you crash in the middle، هاي الاشياء اللي كتبتها لازم تشيلها من الداتابيس لان خطا تعتبر، لانك انت ما سويت كبت. فهاي الترانزاكشن كونسبت مال ترانزاكشن او جدا مهمه. نرجع موضوعنا بوستجريس، لو كنا نتكلم عن بوستجريس. بوستجريس تمام، ارجع تاني للسؤال الاصلي الاركتكتشر بتاع بوستجريس، لان احنا يعني تطرقنا سنه بره بس عشان الناس يعني تبقى معانا في الصوره. احنا كنا نتكلم عن بوستجريس، بس عشان اشرح شنو بوستجريس يشتغل لازم نفهم شلون كل الداتابيسز فاندمنتالز اوف داتابيسز. وانا اتكلم فيه في كورسي في يوديمي، اتكلم تفاصيل يعني عن الاشياء. بس الفاندمنتالز هي everything is stored transactions، كل من عنده transaction. MongoDB I think started without transaction at some point بعدين they added it، or transaction تبعك كان على document بعدين سووا multi document transactions. طبعا transaction شيء صعب انك تنفذه، فالحين الفيرجنز تبعهم يشتغلوا يسبورت مالتي ليفل مالتي دوكيمنت ترانزاكشنز وحاجات كذي. بس في النهايه البيجز كونسبت مال البيجز اللي هو فيكس سايز بيجز مهم جدا مهمه. احنا نسيف روز في البيجز زين، وهاي الكونسبت الثانيه. والكونسبت الاخيره اللي ما تكلمت عنها اللي هو الاندكسز الفهرست. الحين اذا عندي جدول انا في مليون روز، هاي المليون رو ممكن breaks down into خلينا نقول 100 صفحة. دائما فكر في الجدول انه يكون صفحات في النهاية. مستحيل اي database تستخدم شيء غير صفحات، عرفت؟ لان الاوردر تبع things is very important to read هاي pages. لما تقرا صفحة ما راح تحصل سطر واحد، راح تحصل مجموعة من الاسطر. واجمل شيء ممكن تسويه واهم شيء ممكن تسويه ان هاي الاي او اللي انت سويتها وقرأت صفحه، ان معظم الروز اللي حصلتهم هم الروز اللي يو نيد ذم. هاي اهم شيء. لما يو فايند يور سيلف، لما تشوف نفسك ان علشان تبحث عن شغله معينه عن رو معين، فاهم؟ قاعد تقرا صفحه نوب قطه، تقرا الصفحه الثانيه لا مو هنا، بعد الصفحه الثالثه والرابعه والخامسه. هاي يسمونها سيكوينشال سكان. هاي بوست جريس يسمونها سيكوينشال سكان لان they literally scan the heap where the pages. تكلمنا عن الهيب. كونسبت الهيب انه هو لما عندك برنامج دائما يكون في هيب where you save your variables، your static variables globals والميموري allocation هناك راح يكونك في الهيب. فلما انا اقرا الصفحه من الديسك لازم احطها مكان، فالمكان اللي تنحط هو يسمونه الهيب databases. هم بيحطوها ليه في الميموري؟ يعني ليه بينقلها كفايل ويحطها في الميموري؟ لانه ما تقدر تسوي ولا شيء على الديسك. اي اوبريشن مستحيل تقدر تسوي على شيء على الديسك. بس انا لما اقول هالجمله اي من المستمعين لا تحط في بالك ان هاي الشيء مستحيل. حط في بالك ان currently الحين مش possible. It's not possible right now. يمكن انت كمستمع الحين راح تخترع تكنولوجي في المستقبل اللي تخلي الديسك نفسه يكون فيه معالج يخلي هاي العملية صحيحة تصير. لأن أحمد هاي السؤال جدا مهم اللي سألته الحين، تعرف شو؟ أقدر ممكن نتكلم عن ناخذ اللايف كومنت نتكلم عن هاي الموضوع.
ليش انا سحبت الصفحه من الديسك وحطيتها في الميموري علشان اشتغل عليها؟ هاي العمليه مو رخيصه ات اول، في تريمندس امونت اوف ورك كثير. فاول اول اول قبل بدايه الكمبيوترات راح، اول كان يروح كل شيء نقرأ من الديسك يروح عن خلال السي بي يو، والسي بي يو يحطه في الكاش تبعه، ومن الكاش يروح حق الميموري. تخيل، طبعا السي بي يو الريجستر تبعه حده صغير يعني صغير جدا. تخيل، فتخيل من الديسك الى السي بي يو الى الميموري، من الديسك الى السي بي يو. بعدين هاي قال this is not gonna scale، فسووا شيء اسمه direct memory access، فخلوا السي بي يو يسوي مثل هاند شيك، يقول لك يا هاي يا ديسك احنا بنسوي دايركت ميموري اكسس، وهاي الميموري كنترولر تكلموا مع بعض يا جماعه. زين، انا بس فتحت الشانل انقل، وبس بعدين السي بي يو يشيل يده من الموضوع، بس يسوي ريكويست كانه يقول لك اوه انقل لي 10 ميجا بايت من الديسك الى هاي الميموري لوكيشن ستارتنج فروم هير، وبس. هاي دايركت ميموري اكسس يستخدم في النتورك كارد لما اقرا الباكيتس من النتورك، او تقرا من الديسك تحطها في الميموري، نفس الشيء بالضبط. دي ام اي از ون اوف ذا موست امبورتنت تكنولوجيز ذات وي انفنتد عشان سريع. اي دي ام اي دايركت ميموري اكسس، فلازم احطها في الميموري علشان شنو؟ اي عمليه، اي بروسيسنج. وهاي كلام، حتى الجمله اللي قلتها مو بصحيحه، علشان تشتغل على شيء لازم يكون في الميموري، مو دائما صح. لازم اكشلي عشان تشتغل على شغله معينه لازم الشيء يكون في السي بي يو مش في الميموري. علشان اجمع رقمين، هاي الرقمين لازم يكونون في السي بي يو، ما راح يكونون في الميموري. السي بي يو ما يكون عنده اياري طويله يروح يمد يده على الميموري يروح يجمع، لا. فلازم تروح تقول حق السي بي يو عم بجمع هاي الرقمين، فتشيب ميموري تحطه في ريجستر معين، تحط الميموري الثانيه تحطها في ريجستر معين، اند ذن سي بي يو على حسب الاركيتكتشر طبعا، ارم وانتل كله يختلف، لك اوكي اجمع لي هاي الريجسترين. فتخيلوا الشغل اللي يسويه السي بي يو، طبعا هاي يسويها ملايين العمليات يسويها في الثانيه. ممكن قاعد ابالغ انا، بس ما اعرف اذا قاعد كان، بس على طول دائما كذي. طيب كلمنا عن الصفحه لازم تكون في الميموري، السكاننج لا عشان اقرا صفحه is just you know is checks، لا هل هذا الفيلد ايكوال هاي الفيلد، هاي عمليه تشيك، وهاي التشيك لازم يكون في السي بي يو، فهاي البورشن ينزل في السي بي يو يصير تشيك اند gives you the result، والكود تبعك يصير اكسكيوت على هالاساس. بس ايه، ان الشغله الثانيه اللي كنت اتكلمها ان الاندكسز الفهرس، تكلمنا عرفنا احنا ان سكانينج ذا انتاير تيبل سلو عشان ابحث عن شغله معينه، right? especially ان هاي الاشياء مو مرتبه. لما انت تكتب روز لا تفتكر ان حتى لو كتبتهم بالترتيب من الصفر للمليون مو بشرط الداتابيس سيفها لك بالترتيب بالضبط، لان في race conditions راح يكون موجودين، لو no هاي الترانزاكشن جت قبل هاي الترانزاكشن، او مثلا البيج هذه اللي صارت dirty في الميموري، لما احنا نكتب طبعا نكتب في الميموري ما نكتب في الديسك دايركتلي، بعدين عقب ما تفول نسوي فلاش حق الديسك. احنا عندنا زيرو اي كتاب، احنا ما عندنا كنترول انه او لازم الصفحه هاي قبل هاي الصفحه تصير فلاش، هاي كله على الباك جراوند رايتر والاوبريتنج سيستم كاش، كله تحت احنا تحت رحمه هاي الاوبريتنج سيستم عشان يسوي لنا الاشياء، فالترتيب مش مضبوط. الابلكيشن اللي هي الداتابيس في الحاله هي اللي ترتب لنا، زين، لما تقول لنا اوكي سيلكت هاي ستار فروم، طبعا معظم الاحيان راح تكون مرتبه، بس as you delete as you remove stuff هاي الترتيب راح يروح. فهني والبوستجريس راح يختلف عن بعض الداتابيسز، معظم الداتابيسز جداولها مرتبه دائما 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 لازم تكون مرتبه. بوستجريس ما عنده هاي الرول، يعني ما عنده هاي الرول أتول. لما أنت تكتب whatever تكتبه بحطه في النهاية، يعني whatever أو بحطه في شيء فري، مو بشرط في النهاية، ممكن في صفحة أنت محيت منها شيء، من ساعة تكلمنا عنه محينا رو صار فيه space، أو بحط رو مالك هني
اتس لانه هو اتس تشيبر حق بوستجريس انه تحط الرو الجديد تبعك في ميموري اوريدي اكزيست بدل ما انه تفتح صفحه جديده وتكتب الهيدر مال الصفحه وتكتب القصص وبعد تكتبها. هاي عمليه جدا مكلفه، فما راح يسوي بوستجريس، ما راح يسوي هالشيء. هو بيكتب في الميموري ويفضل يكتب في الميموري لحد ما يوصل للسايز بتاع البيج اللي هو مفترض متفق عليه ويعمل فلاش، يقوم جاي حاطط الداتا اللي في الميموري دي رميها في ايه، في بيج او فايل بايت حاطه على الديسك. صح صح اكزاكتلي زين. بس حتى هاي العمليه احمد ما بيركز عليها، لما الصفحه تكون فل مش شرط ان الصفحه راح تروح على الديسك، لا ممكن تتم في الميموري. باي ذا واي احنا هاي الميموري اللوكيشن ما عطيناه اسم، احنا هاي وين هاي الميموري، هاي يسمونه ان هاي مشترك في كل الداتابيس، يسمونه شيرد بافرز او بافر بول. بالضبط البركه فيها كل الصفحات اللي في الميموري، وات ايفر از في الميموري. وهاي لما انت تسوي كونفجر حق بوست يقول لك كم تبي البافر بول مالك سايزه، والله 512 كيلو بايت، والله 128 ميجا بايت، وتقدر تزيدها وتقللها. The more pages يكون عندك في shared buffer, the faster things are. But also there is cost to it. بس ندخل في الموضوع يصير شوية معقد السالفة هذه. خلنا على ال fundamentals. بس yeah, كل شيء بيكون في buffer pool. مكلف إن إحنا نكتب صفحة في الديسك. فإحنا نحاول Postgres يحاول يكون عنده صفحات dirty. ما أقدر أقول صفحات وسخة، ما أعرف بالعربي شلون أترجمها سوري، بس إن صفحات مكتوب فيها. ليش؟ لأن في بعض الصفحات إحنا يمكن قرأناها بس ما غيرنا فيها ولا شيء. أها. كتب فيها شيء بس قرأناها سمون، في أحد كان يبي يسوي كويري وجبنا صفحة بس ما حد غيرها، ما هالروز اللي فيها ما حد لمسها. فهاي الصفحة تكون read only I guess. فما it's خطأ أصلاً إنك هذا تأخذها صفحة وتكتبها. ليش؟ لأن أنت حين سويت فلاش وسويت IO whether it is hard disk or SSD عملية ما راح تحتاجها، يعني سويت شيء أنت مو لازم تسويه أصلاً. فأنت exactly أشياء نسويها على الفاضي راح يزيد الكوست، لأن more IO يصير أبطأ. فالداتابيسز are very smart about this، يعني خل يبرمجوها بشكل ذكي، يقول لك اوكي هاي ما لمست الصفحه I'm not gonna touch it. شنو يصير؟ يصير discard، يقول لك اوكي let's just discard it just free. So you call operating system free لان مالك وفري، لا لان Postgres مكتوب بالسي. فهذه العمليتين اللي يسوونها، العمليتين you allocate memory or free the memory. بس فلما احنا كنا نتكلم عن هذا الشيء نجي حق الاندكسز، نرجع حق موضوع الاندكسز او الفهارس، صعب انك تقرا كل هالاشياء، فيري سلو. فتحتاج داتا ستراكشر ثاني يختصر لك الوقت. يختصر لك، يقول لك خلينا نقول احنا نبحث عن، سويت لك فهرس او اندكس على برايمري كي معين. زين، فلما انت تسوي هاي الفهرس على هاي الاندكس على هاي الكولوم، هنقول اس ان انتجر رقم 1 2 3، Postgres راح يسوي another file. هاي الفايل في صفحات نفس الشيء بعد، ما في فرق، indexes والdatabases والtables كلهم صفحات في النهاية. هاي الصفحات فيهم بس الكولم اللي انت حطيته، اللي هي خلينا مو في كل الروز، غير عن الداتا بيجز. الداتا بيجز في الفول رو، فاذا عندك تيب جدول وفي 100 كولوم راح يكون عندك رو مثل فات رو، لو انه وايد كولومز فيه، فعدد الروز اللي كنت تحطهم في الصفحه راح يكون اقل، لان الرو 1 رو ممكن يكون 100 بايت، الرو الثاني يكون 50، الرو الثالث ممكن يكون 1500 لان حاط سترينج في فيلد واحد منهم سترينج والسترينج كان عون. فهاي الرو سايزز تشينجز، فعلى اساس ان عدد الروز جدا ما تقدر تحط فيه وايد معلومات في صفحه معينه، بس في الاندكس لا،
one column. Mm-hmm. وطبعا نقدر نقول نروح في التفاصيل, بس هاي الاندكس يكون structure اسمه B3. في another data structures called LSM. بس هاي data structures بروحهم نعرف بروح نقدر نتناقش فيهم. بس هاي data structures يتكون من قسمين باختصار. القسم الأول هو الترافيرسل, يقول لك أوكي الصفحة الأولى تتكون من هاي الكيز مالي. أنت تبحث عن, خلنا نقول تبحث عن الرقم, عن الاي دي 1000. فأنت راح تقرأ الصفحة الروت, يقول لك أوكي وين 1000 بالضبط. يقول لك إذا تبي من الصفر إلى 500 روح في هالصفحة, من 500 إلى 750 روح في هالصفحة, من 1000 إلى 1500 روح في هالصفحة. فأنت يدو هذي 3 checks on MB 1000. أوكي ما راح أقرأ هاي الصفحة, ما راح أقرأ هاي الصفحة, راح أقرأ بين 1000 و 1500. فهاي التريك إنه you skip a lot of pages by just doing these nice checks. أنت كنت حطيتها في أرتكل تقريبا اللي هي الفندق والأرقام بتاعت الفندق بتاعت المعرض. صح, لما كنت في I think Las Vegas رايحين إحنا في Christmas الهوليداي, فكنت لما في فندق شفته هاي وقلت لها هاي is very similar to the index. هاي تذكرون إذا رحت فندق معين تبي تبحث عن غرفتك, يقول لك أوكي أنت غرفة مالك مثلا رقم 512, فأنت توصل لممر عندك يمين ويسار, أي شيء 500 وأزيد تروح ذي الصوب, 500 وأقل تروح ذي الصوب. ف this is kind of a same concept حق الاندكسينج, لأن إذا ما كان عندك هاي اللافتة راح شنو راح تبحث في كل الممرات. فول تيبل سكان. فول فندق سكان. فول فندق ستال. فول فلور. هاي another type of index. لا, فالهوتيل في two indexes. الأول index هو الفلور مالك, وعادة جينيسلي الروم نمبر في رقم الفلور. هاي حطوه بالعمدة علشان من بدل ما يحطون لك two numbers والفلور رقم 7 والغرفة رقم 30, فعطوك 730. أول ديجت هي الفلور, فأنت تستخدم أول ديجت. عندك 7 elevators, أوكي أنا السابع. وطبعا في لاس فيغاس في حتى في مثل كولومز, يعني يقولك أوه إذا تبي من الفلور 1 إلى 5 روح مني هاي elevator, إذا تبي من الفلور 5 إلى 10 روح هاي elevator, وإذا من 10 إلى 15 روح هاي elevator. لأن طبعا فندق كبير جدا, لا فحتى الفلور نفسه في اندكسينج. فانسي يو فايند ذا فلور يو فايند ذا ذن يو سيرش يور روم ان ذا فلور. فمثل الكونسبت يعني الكتاب مثلا تبحث عن شيء معين, خلينا نقول ان هاي اللي انا قاعد اطالع لينكس بايبل انا عندي هنا كتاب زين, وانا بتكلم ام بقرا عن الفيرتشوال ميموري زين. الكتاب ازيد من 400 صفحه, ما راح ادور 400 صفحه عشان اكتب فيرتشوال ميموري, لا فراح اروح الاندكس اللي هو الفهرس, اقول اوكي وين فيرتشوال ميموري. الاندكس صارت صغير فسكانت وبعاده مرتب الفا بشكل هاي في الالفابت. فيرتشوال ميموري اوكي صفحه كم, او صفحه 415, سيدا اروح صفحه 415. نفس الشيء في الداتابيسز, فيسكان الداتابيس بالضبط بيقول لك اوه والله انت الحين بحثت عن رقم 100, احنا كنا نبحث عن رقم 1000 سوري, او رو 1000. رو 1000 ترى موجود في الصفحه 512, هاي اللي يقول لك بس زين. و it is في 512 it is actually رو رقم 10. فانت تسوي سكان اندكس سكان زين, هاي الاندكس سكان بعد مش مجانا طبعا, فيها كوست بس اقل بكتير, اقل بكتير من ان انا اعدي على التيبل كله, فانا هعدي على الماب اللي موجوده دي بس يعني بالضبط. فانت راح تبحث في هاي التري, هعدي على التري بس اترانس بس التري اللي عندي 100%. فانت تروح على التري على هاي البي تري لما توصل في منطقه معينه, هاي اللي يسمونها الليف بيج. الليف بيج فيهم كي فاليو ستور, مثل اي كي فاليو ستور تعرف. الكي هو اللي انت قلته اللي هو تبحث عن 1000, ولما تحصل 1000 نفس اي شيء ثاني, لما تحصل هاي الصفحه اللي ال 1000 فيها راح تحصل 999, راح تحصل 998 997 وهكذا, راح تحصل العقبه بعد 1001 1002
فهاي الصفحة جدا غنية بالروز يعني بالكيز، مش روز، ما فيها روز، فيها كيز. فأنا بلاقي الكي بتاعي وبعد كده أروح بقى فايند المكان وفين بقى الرو نفسه فين بقى. عليك نور. فالكي هو الرقم والفاليو الموجودة هي هنا يعتمد، هي واحد من الفروقات بين MySQL Postgres. احنا نتكلم عن Postgres، خلنا نستكف Postgres. الفاليو في Postgres هي الصفحة في الهيب، أي صف رقم الصفحة، و التوبل اي دي اللي هو التوبل اي دي، هو مثل سيستم اي دي واحنا ما نشوفه كيوزرز يعني، زين، هو مثل اوتو انكريمنت اعتقد 4 بليون اب تو 4 بليونز 4 مليارات بس تقدر تحصل، زين، ويقول لك انه هاي التوبل اي دي مالك، زين، بس هاي الفاليو. فانت بس تحصل هاي شغلك ما كمل، زين، ليش؟ لان انت لازم تروح الهيب الحين صفحه 512 جو اند دو ان اي او حق صفحه 512. اذا انت محظوظ سمون ان شاء الله واحد قرأ هالصفحه وحطها في الشيرد بافر اوريدي في الميموري، فجميل. اذا هاي شيء حلو استنى لسن اي او، لان اي او زن اي او هاي بعد النظر ثينج اي لازم اشرحها. لما انا اقول اي او في تو تايبس، في شيء فيزيكال اي او، في لوجيكال اي او. هاي الداتابيس وايد تستخدمون هاي الشيء. الفيزيكال اي او انت لما تروح الديسك وتسوي هاي السيك اللي قلنا عنها، بيج 512 والله 512 ضرب 8000 اوكي هاي البوزيشن معين، زين، وبعدين اقرا 8 كي اوكي هاي الصفحه، هاي فيزيكال اي او. بعدين تسوي الدايركت ميموري اكسس اللي تكلمنا عنها ونقلها في الشير بافرز وخلصنا. بعدين you do another thing which is reading من الميموري، هاي يسمونها logical IO. أي شيء تقرأ من الميموري يسمونه logical IO، أي شيء تقرأ من physical memory يسمونه من الديسك يعني يسمونه physical IO. بس to me IO is an IO. لما هاي بعد من الأخطاء اللي وايد أشوف الطلاب مالي يسوونها، إنه يقول أوه كل شيء في الميموري who cares، إنه حتى لو كان في الميموري انت الحين اذا سويت مثلا مليون اي او وكلهم لوجيكال وانت مش مضطر تسوي مليون اي او، still your code is not efficient just because it's fast doesn't mean it's right. عرفت؟ فاللوجيكال اي او لا كوست، it's not free مثل ما شرحنا، لا still انت راح تقراها تحطها في الميموري عشان تسوي العمليات مالك، السي بي راح يكون involved. فايتس اف انك تسوي لوجيكال اي او فيرسز ما تسوي ات اول، مليون مره احسن، صح؟ If you can avoid it better to avoid it. An IO is an IO regardless. فبس قرأنا الاندكس، حصلنا التوبل، حصلنا صفحه رحنا قريناها، وذر كانت موجوده في الديسك او لا جبناها وقرأناها، حصلنا الصفحه وحصلنا كل شيء وياها، يعني ما حصلنا بس الرول اللي نبيه، حصلنا كل شيء في الرول، كل الروز اللي موجودة في هالصفحة، وبس نكون خلصنا عملية القراءة في البوست. فمليون مرة أسرع إذا تقرأ الاندكس يجب. فهنالك أسباب إن ساعات ما تستخدم الاندكس فيها. هنقول مثلاً إذا أنت تقرأ كل الاي ديز تبي تطبعهم مثلاً، الاندكس useless في الحالة، لا؟ لأنك قاعد تقرأ كل شيء. أنا عندي سؤال، مين الكومبوننت في الأركتكتشر بتاع الداتابيز أو الـ RDBMS اللي بيختار وبيحدد بقى يقول لك أنا هستخدم إندكس أو لا، الإندكس هنا الكوست بتاعته هتبقى كبيرة أو مفيش فرق فأنا خلاص أنا هروح أعمل فول تيبل سكان، مين اللي بيحدد؟ سؤال مفيد. أنا تعرف الجواب بس أنت تبي غير الديسك حوار. عجبتني الحوار. هو لما تجينا كويري سبيشلي استخدام سيكوال، في شخص مثل ما انت قلت احمد، ايش عرفني انا استخدم الاندكس، لان عرفنا احنا التيبل فول تيبل سكان ار موستلي باد، بس ساعات العمليات اللي احنا نسويها تكون تو اكسبنسيف حق الاندكس. مثلا انت قاعد تقرا جدول كامل
انك تروح على الاندكس تسوي هالعمليه اللي قلناها وتحصل صفحه، بعدين تروح تقرا، بعدين تدرس العمليه مره ثانيه وتروح تقرا، هاي عمليه مكلفه. بالضبط. طبعا هاي بعد في نقطه مهمه، ان البي بلس 3 اندكس اكشلي البيجز مرتبطين ببعض، فلما تحصل شيء معين راح تحصل كل شيء، تقدر تسوي ووكينج ذا بيجز مال الاندكس which is different than طبعا databases، بس تقدر تحصل كل شيء بيزك، تسوي range scan. بس still it's expensive انك تروح تقرا index، يعني بدل ما تقرا بس التيبل قاعد تقرا الاندكس والجد والتيبل نفسه، فتقعد تقرا شيئين. هذا مو مجاني بعد، الاندكس مسيف صفحات والصفحات مسيفة على الديسك ساعات. اذا الاندكس صغير ممكن يكون الاندكس كامل يجي في الميموري، وإذا أنت محظوظ طبعًا، بس إذا عندك مالك كبير ما راح يكون في الميموري، راح تسوي IOs أنت يمكن ما راح تحتاجه. فمين الشخص ومين الكومبوننت as you said اللي يحدد؟ هاي يسمونها بلانر أو الكويري أوبتمايزر، إنه يشوف الكويري أنت خلنا يسوي توقعات، كله مجرد هيرستكس يعني. يقول لك أوكي، إذا الحين أنا أقرأ الجدول تبي select star from students where ID is greater than one. كل شيء يسوي هو greater than one يعني كل شيء، بس البلانر يعرف إنه مثلاً ID greater than one. البلانر يستخدم شيء يسمونه database statistics، يعني من الاندكس من الجدول يسيف شيء hints، يقول أنا آخر أكبر رقم شفته هو مليون، وأصغر رقم شفته هو واحد، زين؟ وهذا الشخص يبي أي شيء أكبر من واحد، يعني احتمال يبي كل شيء. فإذا تبي كل شيء، هل أستخدم الإندك؟ أعرف إن الآي دي على إندكس، بس probably not a good idea to use the index. So I'm gonna use the sequential scan or full table scan. وعلى أني أنا fancy بستخدم parallel sequential scan، عندي threads وعندي processes، خلنا نسوي 5 processes ويلا كلكم سووا سكان حق الجدول. فالبلانر يستخدم، معلش النقطه دي مهمه، انت بتقول ان انا اقدر اعمل فول تيبل سكان بس sequential، بدل ما يبقى هو بروسيس واحده بتعدي على كل التيبل، لا انا هقسمهم مثلا 5 في الكونفيجريشن بقى بتاع بوست جريس، تقدر تحدد ده. تقول له انا عايز 5 بروسيسز او ثريدز وات ايفر بقى على حسب السيستم، هيعدوا كل واحد هياخد جزء معين هو هيعمل سكان ليه، بحيث تبقى العمليه اسرع، يعني ما يبقاش بقى يعني بطيئه جدا 100%. يا المشكله احمد، احنا تعودنا على الرفاهيه، احنا كمبرمجين صرنا حياتنا كلها رفاهيه في رفاهيه، نستخدم فريم وركات ولايبرارات، زين، وهاي لا سطر واحد ويسوي لك ماجيك. شنو هالماجيك؟ اي دونت كير، خلاص انا كتبت، انا صرت الحين كتبت لي برنامج، بس برنامجك له 3 سطور، بس تعال تشوف هاي الثلاث سطور شو يسوون. احنا شنو سوينا؟ احنا زيت حسنا حياتنا البرمجيه، احنا صرنا نكتب اقل كود، بس للاسف صرنا ما نفهم ولا شيء. بالضبط، اقل فهم، ما عندنا ولا زيرو فهم على شنو قاعد يصير في العالم. انه اوكي صارت البرنامج ما يشتغل، which is good، يعني مو ضد الايديا، انا هو مفيد للصناعه بس مش مفيد بالنسبه للافراد اللي شغاله في الصناعه، لان الكواليتي بتاعت الناس بتقل، لانه مش مهتم يعرف، لانه انا مش مضطر، غالبا لازم ابقى مضطر عشان اتعلم، فانا مش مضطر فمش هتعلم. بالضبط صح. ولا تاخذون كلامنا هني انك لازم تتعلم ولازم تفهم، مو لازم تسوي ولا شيء. هو في النهايه يرجع، انا كنا نتكلم انا واحمد قبل الشو، كنا نتكلم ان كل شيء في النهايه يرجع حق شنو انت تحس، عرفت شنو الانترست مالك. فاذا انت انا مثلا انت مو انترست حق هالشيء، اتس اوكي، يو دونت هاف انترست تو ات، مو شرط لازم تقنع نفسك انه لازم يكون عندي انترست ولازم افهم كل شيء، لا لازم هالشيء يجيب من نفسك، مو احنا نقول لك، عرفت؟ فعمرك لا تاخذ اي نصيحه من احد، زين، الا اذا انت بروحك مقتنع فيها.
لانه ممكن واحد يجي يقول لي انا ترى لا، انا بالنسبه لي وظيفه المبرمج عباره عن وظيفه، انا اروح انا عندي عائله بعدين انا اشتغل من 9 ل 5 خلاص انا اخلص خلاص اي دونت كير ابوت برمجه، عندي هوايات اخرى، عندي اشياء ثانيه، بالنسبه لي هاي وظيفه وهاي الشيء مقتنع له، وهاي الشيء لازم نفهمه. احنا عارف انه خارج نظام الموضوع بس هاي نقطه مهمه جدا، لان هاي يصير كونفليكت في الانسان، يقول هو لازم انا اصير كذي، لازم اتعلم، لازم افهم، بس لا مو لازم هاي الاشياء تفكر فيها. يعني whatever شيء راجع لك، اذا تحس حبسك حاب تتعلم وتحس، لان شنو هاي السطرين راح يسوي لك مشاكل ازيد في الفيوتشر تبعك اذا ما فهمتهم من الناحين الايز اوف كونفينينس. صح الحين كونفينينس خلصت، بس what if something breaks, what if the framework has a bug. هاي مشكله بترجع لك انت، فاحسن انك تفهمها شلون نصير هالاشياء. احنا وانا نسيت الحين شنو كان السبب لنا هاي المشكله، الرفاهيه. ليش بنحب موضوع الرفاهيه؟ الاندكس، نتكلم عن الاندكس، سبب الثريدنجز انك تقدر تعمل فول تيبل سكان بالثريدز، فما يس 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 ثانك يو. فاحنا نفس الشيء هنا، برنا كويري تبعي سريعه اي دونت كير، صح؟ لما احنا على الكودينج تبعنا ديفلوبمنت عندي مليون رو، خلينا نقول بداية، خلينا نقول عندي 500,000، بس ما فكرت أنا في المستقبل، وعندي أنا طبعا development machine جبارة، I don't know 8 cores 16 threads عرفت multi threaded يسمونه hyper threading sorry، عندي RAM 32 gigs of RAM وشغلت الكويري وبرنامجي سريعة it comes back in 500 millisecond 400 millisecond. أنا سعيد، أنا إنسان سعيد. ولا واسال بقى كمان، هو ما الناس بتقول ليه الفول تيبل سكان بطيء؟ ما هو سريع يا جماعه، في ايه؟ ما انا عملت الفول تيبل سكان بسرعه وفي ايه؟ صح. ليش لانه سريع؟ لان الداتابيس اخفت شيء مهم عندنا اللي هو الباراليزم. الداتابيس سوت شيء احنا ما كنا نعرفه من قاعد تسوي، سوت المالتيبل ثريدز وبدت تسوي سكانز. ف ذاتس واي الفول تيبل سكان رجع في 200 ملي سكند، جدا عمليه سريعه. فمن الطبيعي ان المبرمج يفكر ان انا ما عندي مشكله في كودي. ليش؟ لانه ما كان يفهم شلون شنو قاعد يصير خلف الكواليس، وهاي للاسف هاي المشكله. لان من تروح البرودكشن انت الشخص، انت مش الشخص الوحيد اللي ينفذ هاي الكويري، في الاف كويريز غيرك. ف الداتابيس قاعد تسوي اللي انت قاعد تقول له، انت يو انيبلد باراليزم، صح؟ فقاعد يسوي باراليزم. بس ما فكر الشيء ما فكرت فيه ان الهاردوير اللي راح تشتغل عليه السي بي يو ليميتد، صح؟ صح عندك 16 ثريد حلو، بس اوكي شنو مثلا اذا وان كويري تشتغل في 200 ملي سكند، وات اف انا عندي 11 كويري 20 300 كويري، واحد منهم راح تستخدم المالتيبل كورز. في النهايه الداتا السي بي يو راح يحاول او الاوبريتنج سيستم سوري راح يسوي سكجول حق هذه الثريدز اللي الداتا بيس شغلتهم عشان يسوي الشغل دو 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 دو. بس في النهايه في ويتنج بيصير، السي بي يو بيصير 100% زين، وفي النهايه راح تقول حق شنو راح تقول حق التكنيكال ليد تبعك CPU تبعهم يحتاجون more cores. Just let them add more cores. So you add more cores. حق مشكلة ممكن يحلها انك انت ممكن بس تضيف index. To avoid full table scan to begin with. هاي طبعا سؤال طبعا شيء جدا صغير هاي ومنطقي. بس بعض الأحيان حسمني في شغلتي أنا. أحيانا تحتاج تقول حق database لا تسوي باراليزم حق هاي الكويري، لان انا اعرف ان هاي الكويري خليها تصير ابطا ام اوكي، بس لا تاخذين 10 سي بي يو عشان تنفذينها لي اسرع. لا اي راذر تخلي تبطئين الكويري مالتي واخلي الناس الثانيين ينفذون اوامرهم الكويريز، بدل ما اسرع في 5 ملي سكند اسرع اسوي سي بي يو والبقايا ينطرون يصيرون بلوكت ويصير ويتنج.
I rather not do that. So تلاحظ مع الخبرة راح تجيبنا راح تصير هالتريد اوف في حياتك. إنزين وساعات طبعاً تكون غلطان ساعات تكون صحيح مو شرط. فهاي خلينا نروح السؤال اللي بعده. إزاي بوستجريس بتتأكد إن الداتا بتكون consistent والترانزاكشنز بتكون سليمة؟ إحنا already أنت اتكلمت إلى حد ما عنها، فلو نقدر ننكابسوليت كل المعلومة دي أو الإجابة في جملتين. أنت already اتكلمت بص حاجات فيها، بس في جزء لسه بخصوص اللي هو الوال احنا ما اتكلمناش عنه، وازاي اللي هو رايت اهيد لوج ازاي بيستخدم. فانا حابب لو هنجاوب السؤال ده نركز في الحته دي برضو بحيث يبقى معلومه جديده بالنسبه للناس لو ما يعرفوش. ازاي بوستجريس بتتاكد من الكونسستنسي بتاعه الداتا والترانزاكشنز اللي بتحصل؟ اي شيء احنا نسويه في حياتنا دائما في سبب يكون من وراء. اي كومبوننت احنا نضيفه ضفناه لان كان عندنا مشكله وحاولنا نحلها. خلينا نقول احنا ما عندنا ننسى الوول ننسى هاي الاشياء سو فار. شنو احنا تكلمنا عن الصفحات البيجز تكلمنا عن ان انا راح اكتب هاي الصفحه راح اقرا هاي الصفحه زين. خلينا نقول انا سوينا changing حق هاي الصفحة وكمان change حق هالصفحة transaction تبعي بدت وغيرت هاي الصفحة وسطر في هالصفحة ورو من هالصفحة ورو من هالصفحة فغيرت 15 صفحات وقالت commit. بهالحالة التغيير لو غيرت 1 byte من كل صفحة انت مضطر you flush الصفحة كلها you have to flush the whole page which is 8k poof قطة. بس أنا غيرت 1 بايت حسين ليش قاعد أسوي أغير؟ للأسف this is how it works. إحنا اشتغلنا كpages فلما you write in pages فأنت غيرت بايت واحد في رو معين غيرت something bit معين employed صار مو employed true bit 1-0 1 بايت you flush the whole thing. فأنت لما تسوي commit هاي الصفحات اللي غيرناها regardless إن غيرنا بايت أو غيرنا الصفحة كلها I have to flush the whole thing. فالكوميت تبعي لما أنا أقول كوميت كل الترانزاكشنز لازم يوقفون لأن أوكي لا تغيرون ولا شيء يا جماعة لأن قاعد أكتب أزيد من ميجا بايتس of data راح أسوي أكتبهم في الديسك علشان غيرت بايت في كل واحد. هاي كان مشكلة كبيرة. والمشكلة الأكبر أن أثناء لما تكتب هاي البيجز الصفحات في الديسك احتمال أنت you crash right? during writing. فبالحالة أنت كتبت نص الصفحات بس النص ما كتب you just corrupted your database. فعلشان نحلون هاي المشكلتين أن نصير efficient في flushing وعلشان we recover in case of a crash الكمبيوتر ساينس اخترعوا شيء يسمونه write ahead log. قالوا اوكي انت الداتابيس تبعك ترانزاكشن تبعك غيرت رو معين اكتب في البيج اكتب في البيج نفسها ان غيرت هاي الرو جديد زين وخلاص ضيفه. تبي insert new rows على عيني وراسي حط new rows ضيف. تبي تمحي اكتب في البيجز في الشيرد بفر وخلهم مغيرين خلهم ديرتي في البيجز بس أمبيك بعد تكتب لي في مكان ثاني هاي المكان بس التغييرات لا تكتب لي الصفحة كاملة لا تكتب لي الرو كامل قول لي شنو غيرت. ما يقول لي مثلا رو رقم واحد غيرت هذه بس this is the new value رو رقم اثنين غيرت هاي رقم ثلاث غيرت هاي. بس فاز tiny small information زين of changes that you did. شنو غيرت؟ وهذه الشرط ان هذه ال changes لازم لما انا اكمت لازم هال changes يروحون الديسك. مجرد ان هاي ال changes راحوا الديسك it's safe. حتى لو you crashed you lost all the changes in the pages it's fine. ليش؟ احنا غيرنا هاي الصفحات في الميموري
وكتبنا ان غيرنا السطر الاول والسطر الثاني والسطر الثالث وبس. لما كتبنا وسوينا كوميت وي فلاش ذس تشينجز، نحن هنا قاعد اسميهم تغييرات زين، ما سميناهم شيء ثاني للحين، ما قلت اسم وول للحين، ما جبنا ريدو للحين الصاد. فاي اي فلاش، ولما اي فلاشت وخلاص صار في الديسك الداتابيس كراش، ولان البيجز في الميموري مع التغييرات تبعي كله راحوا. فاحنا عندنا نسخه من هالصفحه طبعا في الديسك، بس هما قديمه هاي النسخات، نسخات مو ما راح يماتشز شنو عندنا احنا في الداتابيس. فلما الداتابيس يصير كراش and you start back up and this is part of the crashes and data corruption Postgres will says okay انا قرأت الحين اول شيء داتابيس اول process يشتغل اسمه start up process زين، هاي قبل حتى الديمن، قبل الديمن يعني قبل لا يسوي listen حق البورت 5432 process Postgres يسوي هاي الشغلة start up اللي هو crash recovery. يقول اوكي لحظة يا جماعة، انا اشوف الوول اللي هو هاد changes، في changes انكتبت بس مو سينك مع الصفحات، فيقرأ الو يقرأ هاي changes زين ويقول أوكي خلني أنا I apply هاي changes I redo هاي changes على هاي الصفحات I'm gonna redo them. هاطك بيعرف منين بقى ان في فرق بين الداتا اللي في الوال اللي في الرايت اهيد لوج والداتا الفعليه اللي عندي في النسخه الفعليه؟ بيعرف الفرق منين؟ جدا مهم السؤال. هاي يسمونها تشيك بوينتر. في تشيك بوينت يسوي كل فتره معينه الداتابيس يسوي تشيك بوينت حق كل شيء في الوال والبيجز يسموهم فلاش في الديسك، ويحط تشيك بوينت ريكورد يقول في هذه اللحظه في تاريخ فبراير 11/2023 في هاي التوقيت في هاي الثانية في هاي المايكرو ثاكن كل شيء كان سينكت and you can أي شيء عقب is not synced بس هاي يسمو check point record بنروح نتكلم عنه. هاي مهم check pointer حدا جدا مهم، بس احنا قاعد نتكلم عن الكراش. فلما انا اقرأ هاي changes the database is redoing. ليش redoing؟ because في الماضي الـ past tense مالها it did apply the changes. فكر فيها لما كانت database شغالة we apply the changes so already سوينا الشيء، بس now we are redoing it because we cracked. That's why يسمونها redo log. زين I دائما أنا كنت I confused by الاسم، ليش يسمونها redo؟ بس لأن في الواقع احنا we are redoing كده، بس حصل لنا crash صح. ف we are redoing the changes so نقرأ الصفحات في الميموري بس الصفحات اللي نحتاجهم طبعا نكتب فيها and then we redo the changes في وين؟ في البفر، في الشيب بفر. اوكي هاي غير رو 1 هالصفحه اقراها اكتب اقراها اكتب. فتخيل تخيل بس تخيل اني عندي ترانزاكشن طويله كان يصير رننج فور 7 ساعات طبعا باد ايديا هاي الشيء، فاحنا نكتب في هالصفحات وعندنا وول الوول فيري لارج، هاي تشينجز فيري لارج. الحين ما تكلمنا ليش سمينا وول بنجي له زين اسلم نقول الحين يسمونه وول او ريدو لوج لانه اتس ا رايت اهيد لوج، لان يو رايتنج ان ذا فيوتشر كنا رايت اهيد لوج اند اتس اونلي ابند اونلي، ما في انك تحذف شيء من الوول. دي اول حاجه بتحصل خالص، اول ما الداتا بتجيلي اول حاجه بعملها بكتب في الوول. صح، اول شيء لازم تكتب في الوول في الرايت اهيد لوج رايت اند يو رايت اهيد بيكوز يو كاش يو ريدو ذا تشينجز. فاذا عندك ترانزاكشن طويله جدا المشكله ان عندك تشينجز كثيره في الصفحه الوول كبيره. فتخيل العمل اللي راح الداتابيس راح تحتاج تسويه لما تشتغل، لما you start up after a crash of 7-hour transaction crash oh my god يعني the database لازم تقرأ الوول which is huge and then start alright I have to change this I have to add all these things. اتكلمنا عن الريدو، فالستارت اب مال الداتابيس ياخذ وقت يعني حتى انا في SQL Server شفتها مرة بدون مبالغة
مره كان عندي كنت اسوي شي تيست وكراش عليه بعد يوم. ذا ترانزاكشن كانت تاخذ يوم كامل عشان تسررون وصار كراش لان اللوكس اي ثينك خلصت الميموري تبع الداتا بيس لان كان انا اي تيرند اون رو ليفل لوكس في السيكول سيرفر. لان السيكول سيرفر كل رو يو لوك تضيف ميموري بعد تحتاج ميموري عشان تقول اوه اي لوكت رو خمسه. هنتكلم في اللوكينج لسه هنتكلم في اللوكينج ما تسمعش. فبس فالداتا بيس ما اي كانت يوز ات لما صار كراش زين ورجعت بشغلها الداتا بيس. الداتا بيس وونت ستارت اتس لايك اوكي اتس ريكفرينج قول لي بس ويت ما اقدر اسوي لك ولا شيء حتى ما اقدر حتى اي كونكت تو ات لان الدايمن بعد ما اشتغل صح اللي هو الليسنر على تي سي بي سوكت ما اشتغل لان الكود اللي قبله هو الستارت اب اي ثينك. فيا ونقدر نتكلم اذا حاب احمد نتكلم عن الشيء الثاني يسمونه اندولوج. نتكلم عن ريدولوج في شيء اسمه اندولوج اذا حاب نقدر نروح على الموضوع بس في سؤال. انا كان قصدي هو نتكلم عن البروسيس نفسها بقى وانا بعمل ريكفري. انا حاليا صح. عاوز اتاكد ان الداتا رجعت للستيت القديمه اللي كانت عندي وكانت سليمه عشان افضل كونسيستنت ابقى متاكد ان مثلا الريبليكا اللي قايمه دي قايمه مظبوط في نفس الستيت بتاعه باقي السيستم. فانا عندي الوال اللي هو الرايت هيد لوج هبدا اقرا الداتا منه عشان ابيلد النسخه دي. ممكن تقول لنا بقى لو في تفاصيل بقى بتحصل في الحته دي وانا yes. هل انا باخد الـ يعني قبل ما اقوم الماشين باخد الابديتس اللي حصلت في الوال انفذها واحده واحده ورا بعض سيكوينشال لحد ما اتاكد ان انا وصلت للستيت دي تمام خلاص بتبدا الماشين تقوم كده بقى. حلو السمري عجبتني جميله. طيب لو في تشينجز بقى حصلت تانية وانا لسه بعمل الريكفري فبعمل التشيك ده تاني ده بيحصل سيكوينشال على طول بيحصل يعني ممنوع الداتا بيسز ما راح تسمح لك تسوي تشينجز وهي قاعده في ريكفري ستيت. موست داتا بيسز ار ريد اونلي فهل ستيت right. لان جدا خطر ان هي قاعد اتس ريكفرينج وانت قاعد تغير فداتا بيس ما راح يسمحون لك ان اتس كراش ريكفري اند يو رايتنج سم داتا بيس مايت احس بس ذات فيري دينجرس ثينج اي مين يو كان دو ات بس احس انك انا لو عملت بلد حق داتا بيس اي وود نوت الاو ذات. احس ان اتس مور هيدك تو الاو ات ذن جست لايك ليتس ويت فور ات Like SQL Server, they want that route. Like SQL Server go, لا 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 لا. ما تقدر تسوي ولا شيء. Sorry يا جماعة. It's recovery. انتظر. You can't even open the database. ما أقدر أشوف ولا شيء فيها. I can't even read it. كان لها الدرجة. مصيبة. نروح للسؤال اللي بعده. إزاي Postgres بتهندل الكونكرنسي؟ الأول لو تقدر تقول لنا أصلاً يعني إيه الكونكرنسي واللوكينج. فيعني خد لنا الرحله من الاول بقى وايه انواع الايزوليشن ليفل. انت قلت ايزوليشن كذا مره وانت بتتكلم وقلت ان الترانزاكشن بيبقى ليها كانها ايزوليتد كل ترانزاكشن ايزوليتد وان الام ام في سي سي بيخلي شغال كانك معاك سناب شوت من الداتا اللي انت بتعدل فيها. فانا ايزوليتد انا ماليش دعوه باللي بره اللي حاصل انا بعدل في الداتا اللي معايا دي وخلاص. كلمنا بقى ازاي ده بيحصل بالتفصيل السؤال yeah. ده سو هو عشان اول شيء لازم نتكلم عن ليش نحتاج لوكينج كبدايه قبل ما نتكلم عن اي يعني من ناحيه ايزوليشن او شيء. اتكلم عن شيء سمبل مثلا المشكله اتكلمنا الاول عن المشكله دائما المشكله لا المشكله ان مستحيل two transactions change the same role. خلني أسحب كلامي. يستحب نقول في الدين استحبابا إنك ما تخلي two transactions to change the same role. ليش؟ لأن أنت هاي transaction ممكن تغيرها بشكل معين وهاي transaction ممكن تغيرها بشكل completely. فالداتابيسز علشان يوصلهم هالمرحلة في ياخذون طريقين. الطريق الاول واللي انا افضله هو يسمونه pessimistic concurrency control
اللي هو متشائم. انت انسان شؤوم. I don't know if that's a word. متشائم يعني it's like انا انسان اطالع الحياه بشكل دارك. I don't trust anybody. انا اذا غيرت شغله مستحيل احد يغيرها خلاص. هاي الرو I'm gonna lock this row. Databases اغلبهم يستخدمون هاي التكنيك اللي هو pessimistic concurrency control, which is like hey I'm changing this, ابى اغير هاي الرو. سوري ما حد يقدر يغير هاي الرو. ده عشان انه التغييرات حصلت بشكل concurrent, فانا مش عارف ترتيبهم, مش عارف مين اللي حصل الاول. فلو انا هقبل حاجه من حد فيهم, لو هقبل من الاثنين فلازم احل الكونفليكت ما بينهم, فمش عارف او ادخل نفسي تفاصيل كبيره, فانا من الاخر لا انا هقفل اللي جالي بعد كده, انا مش عايزه ارجع له ايرور وهو يتعامل يعني. Right. الداتابيسز المتشائمه زين ما يحبون الكونفليكت, لان الكونفليكت بروحه قصه. بالضبط. يقول لك كونفليكت الحين اسوي ايش, عرفني الحين مين الترانزاكشن شود وين ذا كونفليكت, is it هل الرو اللي غيرته هل هاي هي الصحيح ولا هاي الصحيح. فالداتا بيسز يقول لا انا اوبتيمستيك, انا انسان متشائم. اعتقد مثال في الكورس تبعي لما حطيته انا سالفه المظله, لما تمطر يطيح مطر ممكن انت خلقوا عايش في سياتل, ومحمد الشريف عايش في سياتل, ف he's gonna be relatable to this. Where it rains, all of a sudden it's gonna rain. ما تعرف متى تطيح مطر, لا. فممكن تكون انسان متشائم وانت تمشي مثلا رايح تشتري شغلة, يقول انا اش عرفني بطيح مطر, ف باخذ الجسم, باخذ مظلة وياي. فانت داعد تحمل الويت تبع المظلة, وش عرفني تحطها في مخباك او تحطها في شيء. عندك شغلة قاعد تسويها يمكن ما تحتاجها بس انت سويتها. طيب ليش؟ لان احتمال يحصل مطر, فاقول I'm gonna use it. فهاي البسيمستك كونكرسي كنترول, لو يقول اوكي I'm gonna take a lock, هاي I'm gonna بقفل, راح اقفل, سوف اقفل هذا السطر عشان ما حد يقدر يغيره at all. ما حد يقدر يغيره. I'm gonna lock it. هاي قاعد تاخذ المظلة وياك, بس locking is not cheap. مو بش مجان, ما في شيء مجان في هالدنيا يا جماعة. أي شيء تسويه لا ثمن. كل شيء يسوي فيه لا ثمن. فلازم أحس إن أهم شيء تفهمه هو شنو هاي الثمن, وهل أنت أوكي مع هاي الثمن أو لا. إذا أنت طيب أوكي مع الثمن, أنت قفلت الرو, قفلت الرو باللوك, أنا بقى جاي ترانزاكشن تانية وعايز الرو ده, إيه اللي هيحصل وأنت حاطط اللوك؟ هفضل مستنية لحد ما تسيب اللوك. ويعتمد على القفل, نوع القفل بالضبط. ايه الانواع بقى؟ غير معدوده. بس انا احنا اتكلم عن الداتابيسز شويه يعني متسامحه في الموضوع. يقول احنا القفل, الاقفال اللي نعرفها اللي تكلموها في الجامعه هو اكسكلوزيف واكس اي ريد لوك اللي هو يسمونه شيرد لوك, رايت؟ بس نوت ريلي. هاي الداتابيس نوت, دي دونت ريلي اوبتين exclusive lock. يعني ما حد يقدر يكتب ولا حد يقدر يقرأ أصلاً. Databases they kind of do lock, بس ما تقدر تكتب بس تقدر تقرأ. تمام. يسوونه غير. It's like I don't know what's called. ما أعتقد له اسم. يعني I think Postgres عنده matrix كبرها على كل أنواع اللوكس تبع اللي يستخدمونه. ف when you write other transaction is going to conflict with your lock. Then other transaction يحتاجون, they acquire the same lock to do anything. And they're going to conflict and they're going to wait. هاي هو الهدف مني إنه. إنه تقدر تقرأ بس ما تقدر تكتب. هاي الهدف. لأن احنا اوكي اقرأ, لأن حرام انك تمنع القراءة يعني. فإذا انت تبي تمنع القراءة انت لازم تنفذ هالشيء كمبرمج. إذا ما اعرف إذا المستمعين ممكن تسوى شيء في شيء اسمه select for update. وفي شيء select for access I think or for share lock. فهاي هو actually say hey I'm بقرأ هاي الرو وما بي أحد يكتبه. لما أنا أقرأ ما بي أحد يغيره. والexclusive والعكس, ولما أنا أكون عندي الexclusive lock ما بي أحد يقرأ منه لأن قراءته خطرة. وطبعا في
كثيرا انا اسوي هالشيء انا في حياتي البرمجيه في حياتي الشغل، يعني انك خطر ان تخلي احد يقرا شيء لانه ممكن يقرا معلومه خاطئه، فانت راح تسوي اكسكلوزيف لوك، بس داتابيسز ما يسوون لك هالشيء باي ديفولت. فهاي الرو لوك داتابيس يسوونه شويه اخف يعني من الاكسكلوزيف، فما تقدر تكتب بس تقرا، تقدر تقرا. فاذا ترانزاكشن ثانيه حاولت تكتب از جونا بلي بلوكت، بس جست ويتنج، وهاي الدات هاي الويت راح اليوزر راح يحس فيه. زين طبعا تخيل عندك انت قاعد تكتب 1000 ريكورد، فراح تحتاج 1000 لوك، لا فتحتاج 1000 انتري. يقول لك اوكي 1000 في الميموري تسيف ان رو 1 از لوك، رو 2 از لوك، رو 3 از لوك. فهاي يسمونها رو ليفل لوكينج. داتابيسز عاده ياخذونها بس اتس اكسبنسيف، يحتاج ميموري مثل ما تكلمنا عنه. ذاتس واي في داتابيسز يسمون في شيء يسمونه بيج لوك. نعرف شنو بيج لوك؟ بروبلي معظم اللي مستمعين احنا يعرفون شنو معناته هاي الشيء لان شرحنا شنو بيج، صح؟ معناته انا راح اقفل الصفحه بكل الروز اللي فيها، مش بكل الروز اللي فيها، اي بيج فيها الريكورد بتاعي هي مقفوله خلاص، يعني انت خطر شايب على هاي الشيء. بيج لوكس ار تشيب لان انت قفلت صفحه 8000 كيلو بايت، فمش مو بس ما تقدر تكتب في رو مالك، ما تقدر تكتب في اي رو، فالبلوكينج بيزيد بس الميموري بتقل. بالضبط. فحياتنا كلها تريد اوف، احنا في حياتنا كمبرمجين ما في شيء للاسف طريق واضح يعني، ولا تقدر تعطي نصيحه ان ابلايز حق كلمه. That's why انت انا find myself ساعات I flip back page locks on just to save in memory عشان اكمل عمليتي. So احتاج بعض الاحيان اسوي شيء. فانا اعرف ان في هالعمليه مثلا I'm doing an administrative thing ما راح يكون في users، so ما راح في يكون weights. Database ما تعرف هالاشياء، كله use case تبعك انت. Database is a general purpose thing. That's why really understanding شلون يشتغلون، شلون تشتغل الداتابيس so powerful حقك انت كيوزر كمبرمج، لان راح تفهم شلون راح تشتغل الداتابيس وراح تقرر على اساسها شنو راح تسوي، وانت القرار في يدك في النهايه. تكلمنا عن لوكينج، تكلمنا عن كونكرنسي، كاينه فايل كونكرنسي، اي تكلمنا عن بسمستك. الحين هاي التشاؤم الثانيه اللي هي مثال، اعتقد اذا ما كنت غلطان مانجو دي بي. مانجو دي بي از اوبتيمستيك، متفائله. الداتابيس متفائله يعني هابي. زين يقول لك انا I'm not gonna obtain locks. I'm gonna obtain some part of locks but very lightweight. يقول لك ان اذا انت قرات من هاي الرو انا بخلي عندي ريكورد انك انت قرات منه او انك كتبت عليه وبس، ما بسوي actually lock. So two transaction يقدرون يكتبون على نفس الرو بس last I guess first one in اللي الوحده اللي هي صرت كوميت راح تفوز. معظم الاحيان ما حد راح يفوز. شنو راح يصير في النهايه لما يوصلون حق الكوميت؟ حصل داتا لوس في الاخر يعني. يصير شنو؟ يصير انه you get an error، يقول لك racing condition alert. سمعت الـ errors called serialization error. يقول لك اوكي انت قرات شغله حتى لو قرات شغله شخص ثاني كتب عليها. هاي بعض الاحيان في isolation level معين اعتقد للrepeatable read او serializable read الترتيب مهم يكون. فانت تبي تصير فيل في هالحالات مع بوش بلنا بس اثنين يكتبون في نفس الرو. I want to prevent هاي السيرياليزيشن من الرو. فاتذا كوميت ليفل شنو راح يصير؟ يصير تشيك الداتابيس. Did anything change that might lead to a conflict؟ يقول لك up conflict detected. ايه اللي بيحصل ده؟ It will roll back the transaction. some databases يعني صح ولا yes. انا هرجع ايرور للشخص yes. ما انا
انا قابلت حاليا من الاثنين ان هم يعدلوا في نفس الداتا وحصل كونفليكت، ايه اللي هيحصل بقى للتو يوزرز او التو ترانزاكشنز؟ يعتمد على نوع الكونفليكت. اذا الكونفليكت يسمح حق واحد منهم يواصل، راح الوان ترانزاكشن راح تكسيد، ان اذر ترانزاكشن لما تحاول تسوي كوميت راح تفيل، الداتابيس راح يعطيك ايرور يقول لك اوه والله في صار في كونفليكت معين، بليز ريتراي ذا ترانزاكشن. فلما الابلكيشن مسؤوله ان تسوي ريتراي حق الترانزاكشن، فلما يو ريتراي يو ويل جيت ذا ليتست ستيت، لا لان احنا راح تبتدي في نيو مومنت نيو داتا داتا تايم ستامب اند يو ويل سي ذا ليتست تشينجز. فالحاله ان كنا شلنا الكونكرنسي احنا في النهايه، لان خليتك تصير كونكرنسي بس بعدين وي فيلد وان اوف ذم جست سو وي كان ريزوم. الاوبتيمستيك كونكرنسي كونسرون يروحون على احتمال ان معظم الترانزاكشن ما راح يكتبون على ايتش اذر تشينجز، فهالحاله موست اوف اور ستار وير جود، فوي سيفد ميموري رايت. But in case of conflict, sorry, you have to retry the transaction. هاي يسمونه optimistic concurrency control. Certain changes, so you detect a conflict, right? Pessimistic, يقول لك لا 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 لا. ما بي I deal with conflict. I rather my transaction wait and succeed instead of أخلي the client يسوي retry. لأن with pessimistic concurrency control, طبعا الكود يكون أسهل للقراءة. زين. في optimistic كودك يكون معقد شوي، لأن لازم تحط تراي كاش، احتمال الترانزاكشن تبعك كبير، احتمال كبير انه يصير فيلير في الاوبتيمستيك كونكرنسي كنترول. فاي هاي بيزيكلي تو كونكرنسي تايبس ذات اي ام اوير اوف، على الاقل اعرفهم. تمام، نروح للسؤال اللي بعده. شويه هنروح بقى لناحيه الديستريبيوتد بقى والداتا ديستريبيوتد، ازاي بوستجريس بتهندل الداتا ريبليكيشن؟ يا اتكلمنا عن الداتا ريبليكيشن في بوستجريس. يا داتا ريبليكيشن، الداتا بيس تبعنا تشتغل في بوكس معينه، في ماشين معينه، صح؟ هاي الماشين راح تاخذ كونكشنز، هاي الكونكشنز راح تستلم رايتس اند ريدز، وهاي الرايتس والريدز راح يكون على نفس المشين. في النهايه هاي المشين الهوست تبعنا راح يوصل لمرحله انه ما يقدر يتحمل عدد القراءه وعدد الكتابه، هاي الكويريز تبعنا الريد والرايت. ف عم بركز على الموضوع انه قبل لا توصل هالمرحله حاول قد ما تقدر يو بيكم افيشنت في يور كويري، لا تاخذ الشورت كات انه او ماي سي بي يو از 100% مثل ما قلنا من ساعه، لا او احتاج اسوي ديستريبيوتد، خلينا نسوي انذر ماشين. ممكن لا، خلينا نشوف ليش السي بي يو تبعي صار 100%، ليش الاي او باندوث تبعي راح، ممكن هل ممكن اضيف another hard disk to split the IO if my bandwidth really is increased. What causes the IO تبعي؟ ليش الاي او تبعي is huge؟ Is it me or is it the database؟ لازم تفكر بعد شيء. اي سبب من الاسباب ليش اوبر انتقلت من بوستجريس لماي سيكوال، لان الاي او تبع Postgres is high. مثل ما قلنا الـ indexes في هاي البوينتر، لو فأنت تحتاج تقرأ من الـ secondary index، والـ secondary index يبوينت على الجدول directly. فإذا عندك 10 indexes كلهم هذين الـ indexes point على هاي tuples في الجدول directly، فأنت لما تضيف row معين راح تحتاج تعدل 10 indexes. فالعملية الابديتنج از اكسبنسيف، لانه هاي كلها اي او 10 اي او كومبيرد تو ماي سيكوال. ماي سيكوال شو مختلف الداتا ستراكشر مالها، والتيبل تبع ماي سيكوال از اكشلي ان اندكس ويش از كولد ذا برايمري اندكس، الفهرس الاولي. هاي كلها البرايمري اندكس في ماي سيكوال هو الداتا،
الليف بيجز الداتا مع الاندكس نفسه. الليف هو الداتا نفسها، الريكورد نفسه. إيه تذكرت لما أقول لك إن الليف بيج في تبل الاندكس في كي وفاليو. الكي هو whatever you indexed عليه، مثلاً هنقول primary key ID رقم انتجر أو user ID. الفاليو في بوستجريس كانت شنو؟ كانت صفحة البيج نمبر والتوبل ID. في ماي سيكوال الفاليو هي actually الرو كامل، الريل داتا بتاعتي، الريل داتا هي الرو هني كامل يعني. فأنت لما تحصل الكي you just found the row خلاص، مش محتاج اعمل عملية ثانية ان انا اروح اقرا الداتا. ايوه ما يحتاج تعمل عملية داتا. بس شنو العيب فيها؟ العيب فيها ان الاذر اندكسز سكندري اندكسز في ماي سيكوال they don't point حق الجدول، مضطرين they point على البرايمري كي صح، لان هاي هو الاساس صح. فانت في ماي سيكوال عشان تسوي سكان حق السكندري اندكس راح تسوي سكان حق سكندري اندكس you find الكي which is whatever secondary index you created عليه، والvalue تبعه هو primary key. ما خلص شغلك. The primary key is not a page، مو صفحة هو عشان أروح أقرأها، لا لازم أعمل another lookup another index scan على the primary key index وأبحث عن الرو. But it's a little more expensive. بس الجميل في الموضوع إذا أنا ضفت رو طبعا لأن كلاستر لازم أضيفه بالضبط في المكان المناسب له، لأن it's ordered الكلاستر primary key index في MySQL مرتب. فإذا عندك روز من 1 to 10 زين، إذا تبي تضيف رو رقم 5 ما يصير يصير عقب 10، لازم 5 تصير بالضبط في الصفحة اللي فيها 4 and 6 عرفت قصدي؟ لازم يكون مرتبة. فأس واي بيج سبلت هاي بعد موضوع ثاني يصير هني في الاندكسز. الهيب في بوستجريس مو ان اوردر بطلق ضيف عليه ورابر، هاي مهمة النقطة. فالاي او جدا كثير. فكنا نتكلم عن طبعا جاي الموضوع الريبليكيشن، بس افهم ليش اوبر they moved من بوستجريس ماي سيكول. هاي عندهم مشاكلهم مثل بوستجريس، لأن أي تعديل راح نعدل على من عندنا وايد اندكسز، فاحتجنا الاي او تبعنا we cannot handle it especially لما يكون في replication. هاي الاي اوز راح يصير it has to be applied again على الريبليكاز تبعي. فالريبليكيشن بشكل عام انه لما انت المشين تبعك توصل لمرحله ان الاي او ليفل تبعها از هاي، سي بي يو از هاي، معناته تقول اوكي maybe I need to split الابلكيشن تبعي، بخلي الريدز يروحون في الداتابيس الثانية والرايتس يروحون في هاي البرايمري داتابيس. فتسوي شيء اسمه الريبليكيشن، فتخلي البرايمري داتابيس تبعك ياخذون الرايتس and read the database، بس الداتابيس تبعها يطلع منهم شيء اسمه الريبليكيشن نودز او workers. فأي تغيير يجي على البرايمري داتابيس only the wall changes is pushed. الحين تعرفون شنو wall؟ لا مستحيل وي بوش البيجز في النتورك، راح النتورك يوتيلايزيشن مالنا دايز. فوي اونلي بوش ذا وولز، اي بوش ذا وول. هذا الجميل في الموضوع. فالوول عطانا، تكلمنا عن شغلتين مهمه في الوول، لا اللي هو الكراش ريكفري وبعد شيء نسيت شنو معناته الريبليكيشن السينك اللي بيحصل بين الريبليكاز. صح صح هذا هو append only records وwall replication and lower changes بدل ما نسوي big changes. فالفايدة الثالثة إن replication I can only send the wall to the database replica و it's enough، كافي إن يروحون يصيرون نفس الstate تبعي كبرايمري. ف that's how it works in replication. بس you push the logical wall changes will reapply as it is. It's interesting now to think about it. Your application is sort of break up now. The reads, if I'm going to read, it's a connection pool. I'm going to read from the primary and I'm going to read from the machines. YouTube, in 2006, they had a problem when they went on the replication. For MySQL, they used it. كانوا
لما انت تعدل البروفايل تبعك زي تغير اسمك او شيء ديسكريبشن، شنو اول شيء تسوي لما تعدل؟ تسوي ريفرش صح؟ فعدلت الديسكريبشن تسوي ريفرش حق اليوتيوب صفحه تبعك يعطيك لقديم. ليش؟ لان it was configured to read from replicas right or random basically anything. ففي اللحظه اللي انت كتبت فيها صار ابلاي، بس لما رفرش التشينجز بعدها ما صارت في الريبليكا لان في نتورك بارتيشن الحين صار له. ذاتس هاي اللي يسمونه بعد المثلث نسيت اسمها كاد او كاد consistency availability partition tolerance I forgot what it's called. cap theorem. The cap theorem هاي يقول لك the partition tolerance. The moment يصير عندك partition then you have to tolerate the partitioning مال network تبعك. زين لأن من يصير عندك partition خلاص the consistency انساها، ما راح يكون عندك consistency. في يوتيوب حلوها شلون؟ كان هاكي سولوشن. هاي طبعا من بودكاست سمعته قبل كم سنه. زين ان شنو حل؟ قال ان اذا انت جاي من البروفايل بخليك تقرا البرايمري. اها فيو ريد ذا ليتست تشينجز. ذاتس هاو ذي سولف ات. فيعلمك ان هاي الاشياء دائما راح نسويها على طول يعني. سمها رايت يور اون رايت ريد يور اون رايتس، لو انت لسه كاتب الحاجه فتقرا اللي انت لسه كاتبه يعني. yes. مش هبعتك تروح تقرا من مكان تاني يعني، اقرا من yeah. الداتا بتاعتك. والحل الثاني طبعا انك تبطئ الرايت رايت. فمثلا اذا انا كتبت البروفايل تبعي خلي اليوزر ويت ازيد شوي علشان لما اي كوميت ترانزاكشن على البرايمري خله ينتظر لما اي كوميت ترانزاكشن عليهم كامل على الريبليكاز. كوميت 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 لازم اسوي شيء زين. بس احصل سكسس من الخمسه ريبليكاز بعدين ارجع او الكورم يسمونهم يعني وريفر الازياد بعدين ارجع حق اليوزر قال له اوكي الحين خلاص. فتقدر تسوي هالشيء فراح الابديت يصير سلايتلي ابطا بس الرفرش راح يصير عندك يعطيك الليتست لان احنا متاكدين ان الريبليكا صار عندهم التشينج. فهاي هو الفرق بيزيكلي يعني ريبليكيشن ميثودز. طيب خلينا بقى نروح لاسئله الناس عشان يتاكدوا ان احنا لايف yeah. عشان خلينا نشوف شو اسئله يعني دون حال. طيب خليني كان حد بيسأل عن خبرتك في الجي اي اس، لو انت حابب تجاوب، لو مش حابب لا زي ما تحب. ما راح اتكلم عن بشكل مفصل لان طبعا اللي يعرفون ان انا اشتغل في شركه ازري فيصير conflict of interest. I don't want to discuss it in details and what I do. بس بشكل عام الجي اي اس هو نظام المعلومات الجغرافيه او geographic information systems. هو نظام فكر فيه كداتابيس ترانزاكشنال موديل بس في سبيشال كومبوننت اللي هو اللوكيشن، معلومات اللوكيشن نفسها. فهاي بشكل عام هو شنو الجي اي اس. ففكر فيها يصير ممكن يكون في مابس كستريتس، وفكر فيها يكون مثلا نتورك مانجمنت، عارف انه يكون مثلا الطرق نفسها يكون متصلة ببعضها. هاي يحتاج هاي بعد نفسها part of GIS بعد locations indoor positioning system كلها أشياء تعتبر. وأنا تخصصي basically في database نفسها يعني في هاي الأشياء. ف the spatial index شلون يكون متكون، ها شلون مثلا في معين في منطقة معينة ابحث لي في جوجل ماب، تروح معين تبحث عن location جوجل ماب راح يعطيك الشيء الموجود في الاكستنت تبعك اللي الحين انت قاعد تبحث عنه. فهاي بارت اوف الاندكسنج تكنيكس. بس الاندكس هو ما بيكون رقم بس يكون هو كوردينيتس. زين كان انا كنت شفتها ان هو بيحددوها كانها مساحه، بيقسم الاريا yes. كانها مربعات وبيبحث في المربعات دي. هاي التريكس. فالتريك تبعنا شلون تسويها سريعه البحث بقى. إذا أبحث في منطقة معينة how can I get exactly to that location as fast as possible
That, so that's the whole trick about GIS. And there's so much more about it as yet. And this WebGIS is basically خذها من الداتابيس، خذها على الويب سيرفيسز، موبايل ديفايسز، كلهم يتكلمون بشكل عام على كاستاخ كامل الجي اي اس. يكون الجي اي اس تبعك في انحاء جميع في الباك اند نفسه، في الفرونت اند، في جميع انحاء الهاي لوكيشن، بلس في الداتابيس تبع الجي اي اس اللي هو تحتاج سبيشال اندكس، تحتاج سبيشال لوجيك وهكذا. طيب في سؤال بس انا مش واضح لي قوي، يعني مش عارف اقرب صراحه بسبب العربي على الانجليزي. بيقول هل الافضل تصميم البيفوت كي يحمل بيانات اضافيه لعلاقه ميني تو ميني، ام تزويده بمفتاح رئيسي برايمري كي وربطه بعلاقات اخرى تخدم تلك البيانات؟ اعتقد انا قريته كده صح، مش عارف. يا بس ما عندي فكره وايد على، لان السؤال وايد محدد، ف ما اعتقد اقدر اجاوب عليه بشكل فير صراحه يعني، فاسمح لي. It's very لان يعتمد على البيفت، يعتمد على الماني تو ماني ريليشنشيب. في النهايه فكر فيها ان everything is stored لشنو كي tables، والtables تبعك اذا انت عندك relations فكر فيها ان هاي الريليشنز تبعك راح تحتاج يو جامب باك عشان تقرا الريليتد ريكورد. ف خذ في بالك إن how much time you're taking to read the page, to read the foreign keys, to go to the primary key and read that entry. أي علاقة في هالشيء أهم شيء الIO في النهاية. كم صفحة قاعد تقرأ؟ فcompare the many-to-many relationship in a simple vivid configuration وcompare it to a simple primary key وتشوف الفرق. فهو مثل trial and error I suppose. تمام. في سؤال تاني، هو حد بيسأل عن أنا عارف ده هيحتاج وقت، بس إزاي يختار بين الريليشنال والنوسيكول باختصار يعني؟ يا سؤال جدا. يا فالنوسيكول الاي بي اي تبعها مختلف، فما عندك انت سيكوال لانجويج انيمور، فما عندك ريليشنز، انت مو مجبور تعمل نورماليزيشن تبعك، لو مو مجبور تحط التيبل تبعك في جدول معين. فعلى اساسه يعتمد على اليوز كيس. شنو اليوز كيس تبعك؟ از ات سمبل كي فاليو؟ انت هل تقرا شيء وتحصل فاليو معينه؟ في لاحظت ان الويب ديفلوبمنت كثير they like no sql because it's unstructured data especially in the web. بعض الاحيان تكون معقولة، بعض الأحيان أحسها too much، بس طبعا هاي شخصية أحس إن it's a personal thing. يعني أحس الويب ساعات يكون it's unstructured و it's having a schema text schema which is a relationship in the federation of database like Postgres. أنت مضطر يكون عندك schema. كلام مو صحيح لأن Postgres عندهم JSON fields you can use that. بس اللي لاحظته ان احنا كثير حتى لو عندنا سكيما راح نروح على الكي فاليو just because it's convenient while it's okay. لازم نفكر شنو نفس الشيء في النهايه اللي اختاره شنو قاعد يصير behind the scenes. هاي اهم شيء لازم تفهم، وان ما في فرق بين النوسيكوال والريليشن في هالحاله. فلاحظت انا بعض الحالات ناس يستخدمون NoSQL بس يستخدمونه كريليشنال، فالاي او تبعهم the value is a very huge document. اهم شيء انك تفهم شلون انت قاعد تقرا هاي الدوكيمنت. هل هاي الدوكيمنت سمبل انف لك الاكسس باترن للداتا؟ الاكسس باترن جدا مهم، لانه هاو او انت تقرا هاي الدوكيمنت وقاعد تسوي كلاينت سايد وورك لايك انا تحتاج انك you parse the fields and you populate the fields بشكل معين. في هالحالة you have to measure the cost. شلون الجيسون يتسيف في ديسك؟ It's the same thing. يعني هو فكر فيها كإندكس كي، وهاي الجيسون عبارة عن blob data. فلما انت تبحث عن الكي في البرايمري إندكس مثلا راح تحصل الكي، راح تحصل الجيسون نفسك. think of the json as the full row في هالحالة، بس it's a full binary. ف
يعتمد على الاكسس بير. اذا بس كان تبحث عن كي والبرايمري كي هو الكي معك جميل، بس اذا انت عندك سكندري اندكسز تبحث عنهم وتروح يو جامب على البرايمري دو رينج سكانز، احس ان الموضوع بيكون نوت از افيشنت، لان الصفحه اللي راح تقراها ما راح يكون فيها معلومات مفيده كثيره، لان بيكون فيها سطر سطرين بالاكثر شيء يعني، ما راح يكون في البيج ريد الاي او اللي راح تحصلها ما راح يكون فيها معلومات كثيره compared to relational where you can control columns. صح، فلما اعمل بيج راح احصل عادي 100 rows او 150 row versus if it's a big blob يمكن تقرا تحصل بس 2 rows او 3 على حسب الصفحه page size. You have to understand the page sizes. I think if the market غلطان في Wired Tiger, which is a MongoDB, I think it's 8 kilobyte. بعد نفس الشيء. فهاي جدا مهم. ف Mongo Wired Tiger, which is the engine تبع Mongo, it compresses high the blob. ففي أشياء قاعد تصير behind the scene أنت ما تعرف عنها. يمكن أنت أوكي معاها، بس أهمش إنك تفهم شنو الفرق. نعم، وأنا كتبت ميديوم أرتيكل عن مونجو دي بي، أعتقد سويت يوتيوب فيديو بقى عن هالأشياء. نحن عايزين فيديو ثاني عن مونجو دي بي، بس في مرة ثانية بقى لو وقتك يسمح. في سؤال ثاني من ريهام، هي كانت الأول بتشكر حضرتك، أنا هبقى هشوف المسجز في الآخر. بس هي بتقول إنه هي قررت هتختار ريليشنال داتابيز، فإيه الفرق ما بين بوست جريس وماي سيكوال؟ انت اوريدي اتكلمت في النقطه دي بخصوص الاندكسنج وان الداتا بتتحط ازاي، بس لو في فروق تانية يعني فروق خليني فعلا اروح لده وما اروحش لده يعني. ما اقدر اعطي نصيحه مثل هاي ان اهي احسن مش احسن، لا انا قصدي توضح ان مثلا دي كانت زي الكيس اللي قلتها ان دي كان فيها مشاكل في كذا، فانا اضطريت ان انا مثلا في ماي سيكوال هم بيحطوا الداتا مع الاندكس نفسه، فده بيخليني اقدر اوصل للداتا بسرعه. في بوستجريس انا بحتاج اعمل انذر ريد ان انا اروح اجيب بعد ما وصلت للبيج بقى، او يعني بوصل للبيج اروح اقرا بقى الداتا نفسها موجوده فين، حاجات شبه كده. هل في حاجه تانية؟ انا شايف ان دي سبب كافي اصلا ان انا اقدر احدد انا محتاج اختار ايه، بس يعني لو في اسباب تانية شبه دي اصلا. ايه، فمثل ما قلت احمد وريهام، على اي اساس اختار الداتا بيس؟ هاي جدا مهمه السؤال، على اي اساس اقدر اختار بين البيج وماي سيكول؟ هو الفرق، هو اهم شيء اللي تفهمين الفرق بين شلون الداتا بيسز البوستجريس سيف الداتا، شلون تتعامل مع الاندكسز كومبير تو ماي سيكول. شيء ثاني هو البيج سايز الديفولت، لو الانو دي بي 16 كذا بايت، هاي حجم هائل يعني، دبل سايز اوف يور بوستجريس. ساعات يكون شيء جيد، ساعات يكون لا. Another thing هو تقريبا السؤال مشابه ل نو سيكوال فيرسز سيكوال، لان وشنو قاعد نسوي احنا؟ What are we doing exactly؟ هاي اهم شيء في النهايه. بعض الفروقات المهمه شخصيا انا اشوفها ان البوستجريس ما تكلمنا عنه از ا بروسيس موديل، اتس نوت ثريدد. MySQL يستخدم threads، Postgres يستخدم processes. الفرق بسيط، عادة ما راح يكون مهم بالنسبة لك، بس it's important ان نعرف الفرق بينهم. Process هو مجموعة الانستركشنز تبعك اللي ينفذها الاوبريتنج سيستم، صح؟ ولأننا نستخدم virtual memory احنا في البروسيس، كل بروسيس شغله راح يكون عنده its own heap، راح يكون عنده its own stack، راح يكون عنده its own virtual memory، كل هالاشياء فيه، وراح يكون عنده its own page table اللي هو الماب، يعمل ماب بين الفيرتشوال ميموري والفيزيكال ميموري. فالاوبريتنج سيستم takes care of كل هالاشياء، زين. فاذا عندك خمسه بروسيسز عندك خمسه virtual memory addresses technically، right؟ versus MySQL يستخدم threads، ف كل شيء تشغله البروسيس ماي سيكوال يستخدم ثريدز، فالثريدز ار تشايلد انتيتيز من البروسيس، فالثريدز ار شيرينج وات ايفر فيرتشوال ميموري تبع البروسيس. فاذا انت عندك بروسيس عندك وان فيرتشوال ميموري، هاي الثريدز كلهم ذي شير هاي الفيرتشوال ميموري، فالثريدز ار لايتر ويت
That's why في لينكس يسمون الثريدز LWP Lightweight Process، هاي اسمها، لأن حتى الهيدرز تبع الثريدز سمولر، لأن they share even the same page table. فالكاشينج اللي راح يصير عندك في السي بي يو هاير ذان الكاشينج اللي يصير عندك في البروسيسز، لأن انت إذا عندك خمسة ثريدز يستخدمون نفس البروسيس they gonna all share the same page table، فالبوينتر حق البيج تيبل راح يكون مسيف في اللوك اسايد بافر، هاي يسمونه اللوك اسايد بافر، اذا كاش انتري موجود في السي بي يو يسيف هاي الكاش، فلما يكون موجوده راح يكون شيرد، فالكاش هيتس ار هاير. طبعا هاي جدا فيري لو ليفل تشينجز اذا انت يو دونت كير اباوت ذا ميموري سايز يور سي بي يو يور هارد يور كمبيوتر، ذاتس فاين، ا لوت اوف بيبل يوز ات، هاي اهم شيء. Another thing مهم is الفيرجن مانجمنت. ماي سيكوال بوستجريس بالاحرى، اي انسرت تسوي، اي ابديت، اي ديليت از نوت ريلي ا ديليت او ابديت، اتس ان انسرت في بوستجريس. اي شيء تغيره في بوستجريس يغير لك، يسوي لك نيو ريكورد. ليه هم عاملينه كده بالطريقه دي؟ عاملينه كذا علشان ال MVCC reasons. One reason is like أنا لما أسوي رو جديد أقدر أسوي new tuple وأخلي الرو القديم مثل ما هو. الجميل في الموضوع هاي إن الرو القديم راح I mark it by the transaction اللي أنهته. This way إذا أنا عندي transaction قديمة تحتاج الرو القديم، شنو راح أسوي؟ راح اسوي سيرش على البيج، راح اشوف ماي رول اللي هو الرو نمبر 1 عنده تو توبلز. I have to explain شنو الفرق بين التوبل والرو. الرو هو اللي انت تشوفه السطر تبعك، ممكن يكون عندك رو برايمري اي دي تبعه 1 بس ممكن يكون فيه فيزيكال 10 فيزيكال توبلز في بوستجريس، لانه تغير الاول تغير، ثاني تغير، ثالث تغير، رابع تغير، كله نيو توبل اي ديز. فلو انا فهمت صح، التوبل ده هو ده الفيرجن اللي الترانزاكشن كريتتها عشان تقدر تعمل تعديلات بتاعتها. 100% يس، اتس يو كان ثينك اوف ات مثل فيرجن، مثل فيرجن. سؤال جدا مهم يعني صراحه. فاذا في ترانزاكشنز قديمه بيكوز الايزوليشن ليفل تبعها تحتاج تكرر الاشياء القديمه اللي ما صارت كوميتد او الريبيتابل ريد مثلا، حتى لو صارت كوميتد ام باقل اشياء قديمه، انا ترانزاكشن تبعي الرقم الترانزاكشن هو 100 زين، فانا لازم اقرا الروز اللي تعدلت بين ترانزاكشن 1 اب تو ترانزاكشن 100، ما اقدر اقرا اي شيء عقب. فايتلك كنا سكوب صار كنا فيرجنز، ذاتس هاو التوبلز. المشكله في هاي النظام ان اتس كويكلي يصير عندك بلوت، صح؟ لأن هاي الاندكس الانتريز كلها بيصيرون قديمة، في النهاية كل الترانزاكشن راح يصيرون كوميت، فأنت قاعد you keeping old tuples for nothing. ف there is a post process في شيء يشتغل في Postgres اسمه vacuum ينحي هذا الشيء مثل هاي مخمة يعني، يقدر يشيل الأشياء القديمة وينحي الأشياء ويفضل pages يعني. That's why صار عندك page فيها فراغات بسبب هالأشياء. فهاي من اهم الفروقات. تشيك الميديوم تبعي، روح medium.com/hnasr hnasr. انا كتبت ارتكل جديد الفروقات بين البوستجريس اللي اعرفها يعني بين ماي سيكوال والبوستجريس، هاي واحد منهم از ذس يعني. وماي سيكوال طبعا ما عنده شيء، يستخدمون شيء اسمه اندو لوج. لما انا اغير شيء في ماي سيكوال ما في فيرجنز، MySQL يحط the latest change في الصفحة، Postgres يحط all the changes في الصفحة، فMySQL بس يحط the latest ويحط التغييرات، يحط the old version في شيء يسمونه undo log، هاي ما تكلمنا عنه إحنا. زين undo log هو ال version القديم، زين تبع الرو. فإذا في MySQL أنت عندك old transaction تحتاج الرو القديم، لازم الترانزاكشن القديمة تسوي شغل أزيد، it's doing more work. ليش؟ لأن تأخذ تقرأ الصفحة بس الصفحة راح يكون فيها latest،
فش تسوي؟ تقرا الصفحه يقول اوه هاي الرو هاي لازم انا ما اقرا هاي الرو هاي الرو جديد وانا اصلا مو كوميتد هاي اتس نوت كوميتد هالتشينجز طبعا كوميتد مو معناته انك كوميتد لازم يكون ما يكون في الصفحه ممكن يكون اشياء كوميتد مو كوميتد ممكن بتكون في الصفحه يسمونها ديرتي تشينجز عادي as long as you don't write committed uncommitted stuff to the wall and flush it as committed فهاي الفرق بالموضوع فلما في ماي سيكوال all transaction تقرا الصفحه it has to undo هاي changes فتروح تكراك اوبن الاندو لوج and undo the changes فاذا عندك انت longer transactions ماي سيكوال بيكون slower في الاولدر ترانزاكشن لان it has to do the undo log that's why يقول لك ان don't do long on transaction حتى both cases is just bad idea shorter transaction doesn't matter فالundo log is a very critical concept difference بين MySQL و Postgres تمام في سؤال تاني عمرو انا بحب البوستات بتاعته وبيكتب دايما من البوستات كويسه Okay, so Amar is any thoughts about the distributed RDBMS like CockroachDB, Google Cloud Spanner, and Yoga by DB? Should we consider them for large scale compared to this? So, سؤال جدا مهم. أنا ما عندي وايد اطلاع على the cloud databases. I know how they work in general. الفكرة الأساسية بين Google Cloud Spanner, Yoga by to CockroachDB is the multiple writers. versus multiple readers. كل احنا لما نسوي Postgres وماي سيكوال في النهايه يكون عندنا دائما single writer اللي هو البرايمري database لازم كل الكلاينتس تبعي يكتبون على هاي البرايمري والبرايمري يعمل distribute حق ال wall changes حق ال replicas. فعندك you can distribute the reads easily. But those guys they went and found a fantastic way ان يخلون مالتيبل كونكرنت رايترز يكتب في داتابيسز مختلفه طبعا شو المشكله في هاي الشيء احنا تكلمنا شوي عن في سنجل داتابيز عندك مالتيبل رايترز على نفس الرو شوي مشكله لا بس تخيلهم انهم مفصولين مشاكل ازيد ف they use techniques معي اتليست جوجل سبانر اتكلم عنها هاي الشيء تكنيك يسمونه اتوميك كلوكس يستخدمون مثل ساعه معينة synced between all the databases علشان يعرفون بالضبط للمايكرو سكند وأقل نانو سكند من اللي حصل الأول من اللي حصل الأول وعلى أساس يصير الأوردرينج تبع الترانزاكشن لأن هو أهم شيء الوقت في النهاية هي مشكلة الكونكرنسي دايما أن أنا مش عارف مين اللي حصل قبل مين فلو أنا عرفت بالوقت وعندي ريفرنس دقيق فأقدر وقتها أنفذ ده وبعد كده أنفذ ده أبديت ده وخلاص فأنا I'm following people من Yoga by DB people I'm still learning وايد قاعد أتعلم منهم أشياء يعني بهالأشياء they solve interesting problem when it comes to هالأشياء طبعاً Google عندهم atomic clock which is like حد دقيق ساعة تعطيك الوقت بشكل دقيق بين ماشينتين يعني ما لأن تفكر فيها شلون تعرف الوقت جدا صعب السؤال بالضبط انا الموضوع اعتبره فيه كتير برضه ستيل صعب مش سهل بالنسبه لان يقول له حسين هو بس كويري تايم سيرفر وال على اساس فلما انا اروح اسال الوقت كم لازم انت تاخذ في عين الاعتبار الوقت اللي تي سي بي سيجمنت تبعك وصلت لهناك والوقت تبع الاكنولجمنت والوقت تبع الليتنسي والوقت تبع الراوترز اللي في الميدل في عين الاعتبار وتنقصه من الوقت ف they are doing هالأشياء أعتقد Yoga Byte is doing some similar things like that يعطونك accurate time على هالأساس فهاي الأساس أنا بالنسبة لي أحس إن I'm not there I ما أحتاج شخصيا إن أروح حق هاي Cloud Database لأن معظم ال applications اللي اشتغلت عليها ما تستدعي إن I scale that much طبعا ممكن يكون انت عمر انت اشتغلت على شغله يحتاج الرايترز ار جست سو هيوج لدرجه انه مستحيل ماشين واحده تحتمل وهذا الشيء ممكن يكون صحيح فهمت فحالتها ممكن
تفكر في هالأشياء. بس أنا دائما أحب I challenge myself إنه في شيء ثاني أقدر أسويه قبل لا أروح حايل على قولتهم إنه this huge route. It's a big thing to move to these databases because you lose control. خلاص إن الداتا مو عندك anymore. صح؟ إنهم you have to host the data عندهم. Cloud. It's a cloud thing. كل هاي الثلاثة. I don't know about Cockroach DB صراحة. بس Spanner و YugaDB is a data. They have to control it. مستحيل يكون عندك في الأمر برام. لا. ف it's a thing you have to think about. حسن. بخصوص بقى المذاكره، انت قلت بتقرا وبتذاكر حاجات، لو في كتب بقى تخص الداتابيز تقدر ترشحها لنا. وانا بشكرك جدا على وقتك بصراحه، انا خدت وقت اكتر من اللي اتفقنا عليه. ف يعني ترشيحات كثيره للكتب، وهشير بس شويه كومنتس كويسه بعتت من الناس. ففي ريهام بعتها، شكرا حسين فخورة فيك. في ناس كتير بعتك كومنتات كتير. أنا يعطيكم العافية يا جماعة، شكرا جزيلا. أشكر. في حد بيقول أول مرة يسمعك بتتكلم بالعربي. ف I know. لا، في ناس شكرت كتير بصراحة، فأنا مش يعني مش قادر أخذ. العافية جميعا، يعطيكم العافية جميعا، شكرا جزيلا، ما قصرنا والله. طبعا أنا احب بس احب اقول ان ترى انا قاعد اتكلم على الاشياء اللي انا اعرفها، في اشياء كثيره انا ما اعرفها. It's just it pales in comparison الاشياء اللي انا ما اعرفها يعني. فانا الحين في I'm still على قول training mode في مخي، I'm still training. بس I'm training for myself يعني، باحي اصير احسن. فكل يوم اتعلم شيء جديد، وهي هدفي ان اصير احسن في النهايه يعني أتكلم. وبالنسبة للسؤال، كان كتب This is one of the best book I think واضح يكون عدله. Jim Gray Transaction Processing. This book is very old. قصة سريعة قبل أن ننهي الشو. هذا الشخص اسمه Jim Gray. Jim Gray هو اللي اخترع نظرية الأسد، which is atomicity, consistency, isolation, consistency, which is durability. Sorry. Durability. Yeah. هاي الأربعة الأشياء اللي تكلمنا عنهم، كان تكلمنا عنهم كلهم تقريبا. أنتم ستي تكلمنا عن إنه ما يصير تفصل transaction، ما يصير part يروح وpart ما يروح. Durability إنه لازم لما أقول commit الداتا بي crash ترجع، لازم الداتا تكون durable بحيث إنه ترجع لي. هاي جيم غري هو اخترع النظرية، وهو he's a computer scientist. للأسف يوم من الأيام راح في سان فرانسيسكو في السيل بوت واختفى، مو موجود. فلما تروح في الويكيبيديا انتري تبعه he's presumed dead، بس هو اختفى يعني، ما شافه جثته بس هو اختفى يعني. هاي آخر شيء ريسنت في الألفينات، ما أتذكر بالضبط. بس جيم غري هو جدا، هاي الكتاب جدا مهم، يعطيك الفاندمنتال ترانزاكشن بروسيسنج، من اهم الكتب. باقي الاشياء كلها اخذها من الخبره في الناس اللي يشتغلون في الاشياء. مثلا اي فولو ا لوت اوف بيبل في يوجا بايت، هاي يوجا بايت دي بي، رغم انا ما اعرف شيء عن الداتابيس، بس ذا بلوجز ذي رايت. واحد اسمه فرانك اعتقد فرنسي، كلهم فرنسيين زيادهم هناك، ما اعرف لهم ريزن واي الفرنسيين كلها فوكس على الداتابيسز. يتكلم عن low level database concept، وهو كل الأشياء اللي أفكاري نفسها نفس مشتركة، ما في فرق بين NoSQL وSQL وCloud، كلها في النهاية fundamental changes، هو شلون إحنا نتعامل معهم في النهاية، وهاي أهم شيء في النهاية. واعذروني يا جماعة إذا وايد رحت جدا مواضيع، it's just so much to talk about صراحة. وأشكركم جزيلا، يعطيكم العافية. أنا بشكرك جدا على وقتك، ونتمنى يبقى في سيشنز تانية إن شاء الله في المستقبل. وأسف إن إحنا طولنا عليك أكتر بكتير من الوقت اتفقنا عليه، بس بصراحة يعني أنا القعدة معاك ما يتشبعش منها، أنا ممكن أقعد ساعات عمالين نتكلم في نفس الموضوع. حبيبي يا أحمد، شكرا جزيلا. بشكرك جدا على وقتك وشكرا. يلا يعطيكم العافية، مع السلامة. سلام. مع السلامة. مع السلامة.